مساء الخير. الليلة نطل عليكم بعنوان كبير اسمه العودة للحياة. من جديد في يوم الحزن نطل على عنوان للرجاء والقيامة عبر شهود وشهادات. شهود عادوا من بعيد، عادوا من العتمة إلى النور، عادوا من الدمعة إلى الفرح، عادوا من الغضب إلى السلام، عادوا من الموت إلى الرجاء والقيامة. الليلة شهود يشهدون كيف عادوا من بعيد، من عالم المخدرات والمال والدعارة إلى النور. فهل في شهاداتهم عبرة لمن لا يزالون في الظلمة؟ أربعة شهود يحكون قصة التحول من المخدرات والانتحار وتجارة الجنس والسجون وتبييض الأموال والخروج على القانون إلى الرجاء والرسالة والبشارة. جورج بجاني، جورج سماحة، توني خطار وجورج سعادي يتحدثون الليلة بقلب مفتوح وعيون إلى فوق، والإيمان يدحرج الحجر عن قلوبهم ويتحدثون بجرأة. يرافقنا في هذه الحلقة الأب مجدي علاوي، كاهن الطريق كما هو معروف وخادم جمعية سعادة السماء. مساء الخير أبونا مجدي، أهلا وسهلا فيك. مساء النور سيدي. الشرف لأن أبونا مجدي تكون معنا بالاستوديو. باختصار شديد بالبداية أبونا، ليش هالشباب موجودين الليلة؟ تأكدوا لنا عم حبة الله. ما في حب أعظم من هذا الحب. الله نبع المحبة ووحده علمنا نحب ونرحم هالقد. ولو منعرف شو يعني إلنا أريدوا رحمة لذبيحة، كان العالم كله تغير وما كان في حدا بيقتل ولا حدا بيكره ولا حدا بيرفض. الله بده ينا نحترم الآخر ونشوفه بالآخر. من هون أنا كان عندي كل الإيمان إنه الإم اللي عازم الموت مش قادر يشفي مخلع أو شخص عنده انحراف جنسي أو مدمن أو ناسفة، يسوع قادر يعمل كل شيء. يسوع هو طبيب الأطباء اليوم، هو قادر يشفينا ببلاش وبدون أي مقابل. طبعا على كل حال أنت عندك تجربة خاصة فيك كمان أبونا مجدي، وأنت تأتي من عالم آخر من دين آخر، ويعني رجعت عملت مسيحي وعملت كاهن، وتأتي لتكون كاهنا على الطريق، كاهن للمدمنات، كاهن للمعذبين، كاهن للفقراء. سنتحدث لاحقا معك بهذا الموضوع. جورج بجاني أهلا وسهلا فيك. مصباح مساء. عرفت قبل ما بلش الحوار معك وأنتوا رح تتحاوروا تبقوا مع بعضكم طبعا، جورج بدك تقول شيء باسم الشباب أربعتكم، شو هو بدك تقوله؟ الحقيقة مثال نحن هون حابب فسر شوي شغلة للمشاهدين، أنه نحن منا جايين ضد أي إنسان خاطئ، نحن منا جايين ضد الإنسان، جايين ضد الخطية. نحن أشخاص مثل ما قلت بعنوانك اللي هو هالقد عبر عن اللي نحن عايشينه. قلت لي أنك بكيت لما شفت الدعاية. الحقيقة بكيت. ليش؟ لأنه لمستني بالعمق، حسستني أنا مزبوط شو هي رسالتي، وين كنت، رجعتني للواقع وللحقيقة. نحن أشخاص كنا بالجحيم أكتر من البعيد، بالجحيم البعيد نضلنا كتير، كلنا تعبنا أكيد ما في شك وجهدنا، وصولنا اليوم لعندك عمنبرك تهالجهاد لعشرين سنين طويلة، على القليلة بساعة ونص نقدر نعطي فسحة أمل لكل إنسان هو حابب يتغير، هو حابب أنه يعيش السلام بحياته. نحن جايين مع كل الأديان، مع المسلم مع المسيح مع كل العالم، لأنه المسيح بنظري إجا لكل العالم، ما إجا بس للمسيحية. الشهادة هي حق علينا، لمن أنا ما بدي إجي فسر أنا شو خبرتي بالحياة، أنا جاي أتوجه للأهل أنا والشباب، لأنه بمطرح معين الأهل لهم دور كبير كان يا بسقوطنا يا بنجاتنا. يمكن جايين بالحقيقة نبكي كتير أمات، أمات بدنا نبكيهم بالأمل بالرجاء، وأمات بدنا نبكيهم مثل أماتنا بالفرح الفخر. بالسعادة مثل أمه للقديس أغسطين. عم تبكي هلأ القديسة مونيكا، يعني مسبحتها وصلت ابنها قديس، وأماتنا مسبحتهم هن اللي وصلونا أنه نقدر نحكي عن جد عن فرح وسلام يسوع والمحبة. خليني قبل لأنه أنت يعرفوا الناس عن شو عم نحكي، بس قبل ما بلش كمان بدي أرجع لأب مجدي. أب مجدي بتقول أنه حضرتك كنت مسافر والعناية الإلهية شاءت أنك تجي وتشوف هالإعلان على الهواء، وما كنت عم تعرف عن شو الإعلان. مزبوط، أنا كان لازم أكون أبقى نهاء لـ 29 شهر أجي على لبنان، لأنه كان قدس بالنمسا، وإذا طلت أنه صار في شيء أنه لازم أرجع على لبنان غيرت التيكت ورجعت. أنا بالليل بيقول لي ابني كوت شوف البروموسيون على LBC عم تحكي عن المدمنين ومعك. بصراحة بس فت على الصلاة زعلت شوي وقلت يا رب إذا قلنا عمول شيء تكون دور لنا دور تنحكي عن جمعيتنا، صلنا زمان نطلب إنه يكون في شيء يعني مع مرسل غاني. رحت على القداس الصبح قدست
قبل ما اتناول قلت له يا رب بدي اعترف انه انا حسدت الجمعيه اللي بتطلع مع مرسيل غانم علنا. قلت له سمحني لان كان عندي الحسد. بس خلص القداس اجاني اتصال انه نحن رح نكون. ورجعت عملت مسبحه شكر بالليل وقلت له يا رب لانه بحاجه لان من خلال برنامجك اوكي عندي برنامج انا اسمه ولد من جديد يعطي لوميير وبشكره سلفا وكل شيء كانت وراي. بس اليوم من برنامجك قدرين نعمل اشياء مش لمجدي لفي في مطرح في مح في مطرح حرماني كبير ما حدا عم بيسال عنه. ما معقول بال2013 بعد في قاصرين مدمنين بسجن الاحداث بالرومي. يعني هيدا لاحقا بنحكي عنه. ما بعرف كيف انا بقبل انه يكون في قاصر بعد بمطرح مش منيح. هيك حال انا وعدتك انه ب 27 حزيران رح يكون لنا اطلاله باليوم العالمي للمخدرات معك ابونا مجدي ومع شهادات اخرى. جورج مجاني من مواليد كحاله 66 بدي تعطيني الشهادات باختصار لانه معنا جورج سماحه بدنا نقول له مساء الخير واهلا وسهلا فيك جورج. جورج ايضا ياتي من عالم المخدرات، عالم تجاره الجنس، عالم تبييض الاموال، وصولا إلى العلاقة من جديد بالله. توني خطار يأتي من عالم المخدرات أيضا، أهلا وسهلا فيك توني. أهلا وسهلا فيك. وجورج سعادة من عالم المخدرات والخروج على القانون إلى من جديد حياة جديدة. جورج ليش جاي تحكي الليلة؟ ما بعرف هلأ منتو عم تقدم خطرت لي شغلة تسمح لي أولى. الله يسري منك على الحال لأنه بالاجتماع التحضيري معك أكلت أدوار الكل. لا 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 مرة كنت عم بهدر الحقيقة مش من زمان، يعني هذه قصة حقيقية وبعد ما حكينا فيها. كنت عم بهدر محطة من المحطات وكانوا مستقبلينك مستضيفينك قالوا لك في شخص حابب أنه يعلق على معك على الهوى ويوصل لك رسالة. بقى وحطوا ريبورتاج عن شخص كان صحيح على فيوتشر مع زميلنا ميلاد حتشيتي صحيح جسديا وهيدا وشاءت الظروف انه يتحول لانسان معاق جسديا ما بيقدر يتحرك ويحكي. غير حياته عمل كتب عمل كل شيء وتوجه لك فرجونا اياه على التلفزيون. صرت عم فكر انه نحن الاشخاص يلي كنا بمطرح معين بمرض معين وصلنا اصحاء ما نوصل نوصل كلمة الله. بيقول ربنا الويل لكم إن لم تبشروا. النعمة بس تجي للإنسان مرسال إذا بيحتفظ فيها وبيكون أناني وبيخبيها ما بيتعامل مع حب الله وبيوصلها للإنسان ما بتتكاثر. أنت لا من هون، من وين إجتك الجرأة حتى تحكي أمور هالقدي حميمة بحياتك؟ كمان مؤخرا بهذا الشهر عرفت الحقيقة. يعني أنا بكرة مسافر على ميديغوريا هالمرة الـ11 لألي، ومش معناتها ميديغوريا هي بس مطرح ما بيتوب الإنسان. العدرة هون بشويت حريصة وين ما كان إصفان نعمة مرشال بالكل هالقديسين عنا. بس لألها شغلة كتير مهمة أنه اكتشفت بهالجمعتين ثلاثة أنه العدرة يمكن قصدت تخدني هالـ11 مرة على ميديغوريا. يمكن في عندها رسالة معينة أني أنا أكون موجود لمجد الله. نحن منا هون لتمجيد نفسنا. القوة أخذتها من العذراء، هي الأم يلي أخذتني صوب ابنها، هي اللي وجهتني للرب، هي اللي ساعدتني. مشان هيك أنا جاي تحت لي هالفرح الكبير اللي جوا قلبي إني أعطيه لكل إنسان، مش دوري بس الإنسان الخاطئ، حتى المؤمن يلي يمكن ما طارح معين عنده خلل بإيمانه. تشوف شو صار معك تهالقدي أنت تشعر بهذا الفرح اليوم. طفولتك هل كان طفولي فيها مرح فيها فرح؟ طفولي فيها فرح لحد كبير أكيد، لأنه أنا اللي عشت بعائلة مسيحية مؤمنة وملتزمة. والدتي من المؤمنين جدا، والدي الله يرحمه كان كتير منيح. بس عشت كمان مطارح معين كوتي تاني يلي أكتريت الإنسان هون. ليش عم نتوجه للأهل؟ إنه في غلط من الأهل ما بيعرفوا إنه عم يعملوا غلط مع أولادهم. اللي هو الوالد مسافر بس يجي كان عنده نوع من بتعرف الرجال القدم الصرامة القوة ضعف الأم عايش وحيد مع أمي تتمثل بأمك غنج الأم دلال الأم. شو جعلك؟ جعلك مثلي الجنس؟ جعلني أوصل مطرح معين. مش بس هو هذا يعني كل هدول الأمور بس، يعني هيدا ساهم. أتمنى ننسى أنه في عمل الشيطان بحياتنا في كتير قصص. بس أنا بعمر الـ7 سنين تكون كتير صريح وكتير واضح، بعمر الـ7 سنين تعرضت لتحرش جنسي مش لاغتصاب، من شاب من رجل. نعم. مسن قريب من عائلتنا. صارت ما كنت بفهم شيء ماني بالغ جنسيا. تعدت الامور على سنه سنتين مع كذا شخص. لما بلغت بحياتي وصار عندي قدره جنسيه براسي كان مفهومي للحياه للجنس بحد ذاته انه هي العلاقه مع رجال. المراه ما كانت تعني لي غير انه تمثل فيها للمراه. يمكن عم بتشوفني هلا عم بحكيك بقوه باندفاع، هيدا التحول يلي ربنا عامله فيي. كنت بمرحله المراحل رح اعمل تحول لانثى
لما عم فكرت تعمل فكرت كتير فيها، فكرت اني اعيش برا، اني اتجوز، يكون عم عيش حياتي الخاصة. شوف ربنا وين وصلني لأعمل هالتحول يلي بدي إياه، بس للتحول لطبيعتي لحقيقتي. بس أنت كان بهمك مبارحة أنت عم نحضر أن تقول أنه أنا ما بدي دين المثليين الجنسيين. ولا ممكن. لقلك ليه؟ خليني أفسر لك ليه مارسيل. أول شغلة، الله بيغفر وبحب، وإذا أنا هالقد مؤمن عم انبرك عم بحكي بالإيمان، يعني لازم يكون عن جد مسيحي متمثل بالمسيح. طب قولي المسيح، أولا ماني مؤمن إذا بدي أحكي على الأشخاص، أولا بحبهم، عندي أصحاب منهم. لما صارت معك تحرش جنسي وتحولت يعني وشعرت ومارست حياتك على أساس مثلية جنسية، لمين خبرت؟ خبرت والدتي تاني نهار. تعرف الأهل بمطارح معين. نعم. بحكيك القصة، يعني عمري 45 نعم. سنة هلأ، يعني ما كانت تفهم بهالأمور. قلت لي لا، عيب إنه هيدا شيء مش مزبوط، وهيدا مطارح معين اللي عم نتوجه له للأهل. أوكي. إنه يكونوا الأهل واعيين لأولادهم لكل شيء، لأنه هيدا هو اللي بنضجهم من عمر الصفر لعمر 12 سنة. هيدا هي التربية. ليش هل مارست جنس مقابل المال؟ لا، بحياتي ما مارستها، بس ما في شك انه بمرحلة من المراحل، عم قلك بدي يكون كتير صريح، انه هذا اللي بيقهرني اوقات. كنت كل حياتي فكر انا الله خلقني هيك، وكنت على طول عندي نقمة على الله ورح نوصل وين تركت الله، لانه كنت مفتكر الله خلقني هيك. وصلت لمطرح انه انا على كبر في اشخاص كتير مارسوا العلاقة الجنسية معي رجال مقابل المال او مقابل المخدرات، ومنهم مثليين، وتحولوا مع الوقت لمثليين. يعني دفعوا لك مال تجيب مخدرات، استغلوا موقف حاجتك للمخدرات لقلهم يطلعوا معي مقابل المال، او تطلعوا معي مقابل المخدرات. هون نقدر نعرف انه هيدا الشيء منه من الله، هيدا الشيء من الانسان. طيب. من التربية. من هون بأي عمر حضرتك تخليت عن الله؟ يعني شو عملت؟ ليش تخليت عن الله؟ يعني هل مثلية الجنسية جعلتك تشعر بندم؟ ليش تخليت عن الله؟ وأيمتى رحت على عالم المخدرات؟ بعمر 16 سنة. ليك، ما في إنسان على وجه الأرض مثال عنده، مش ضرورة عم نحكي بس المثلية الجنسية، لأنه هدول أشخاص هالقد عندهم حنان، هالقد عندهم محبة، يمكن أكتر بكتير من أشخاص تانيين. ما بقدر أحكي شيء ضد هالموضوع. بقدر أقولك أنه بكل إنسان إذا خاطئ، إذا كان شاذ أو مدمن أو أي شيء، في الطبيعة اللي الله خلقها هي الطيبة الطاهرة. كل إنسان بيتمنى أنه ما يكون خاطئ بمجمل عام، يكون إنسان طبيعي، يكون إنسان عنده علاقاته. هالشوق يلي كان موجود عندي أنا مثل هالأشخاص خليني أوصل انقهر، إنه ليش أنت عملتني هيك؟ ليش وصلتني لهون يا الله؟ كنت مفتكر الله، هون تركت الله رحت على دين تاني، وسقت الظروف إنه أتعرف على إنسان من الدين التاني. رحت على دين تاني لأنه كان في الشخص اللي حبيته، الرجل اللي حبيته، وكان من دين آخر. ومن وراء وصلت، من وراء صاحبتي لقله وصلت للدين التاني. طيب ليش جربت انك تنتحر؟ ايمتى جربت تنتحر؟ جربت انتحر مرة بعمر 17 سنة ومرة بعمر 21. ليش؟ لأن مرة بعمر 17 لانه كنت خلص وصلت لقيت حالي انسان كتير فمينة، عم بمشي على الطريق، العالم كله عم بتدل علي، اهلي كانوا عرفوا، انا بس تجوزت عائلتي ما عرفت، بس اهلي كانوا يعرفوا امي وبي. ما خبروا مرتك بعدين؟ لا ما خبروا، ما خبروا، انا بعدين خبرتها. هلا بنوصل. وما طلبوا منك انك ما تتجوز؟ لا، هن برايهم كان انه اذا بتجوز انا بقدر غير حياتي، هذا برايهم كان. هذا خصوصي، توفى خيي بالحرب، صرت وحيد. وصلت لمرحلة خلص ما بقى قادر، ما بقى قادر اتراجع لورا، ماني مصدق انه ممكن اطلع من هالحياة، ماني مصدق انه غير، الايمان ما عاد موجود، تركت الدين التاني، تركت يسوع نكرته. وصلت للانتحار اول مرة. تاني مرة انتحرت لما انخلق ابني توني، كان انا تجوزت عمري 20 سنة، كان عمره هو سنة، انا كان عمري 21 سنة، اطلع فيه عم بدبدي بقول بكرة رح يكبر ابني، رح يقوله بيك عنده هالمواضيع كلها، كيف رح يطلع فيي؟ كيف رح، هل رح ينكرني؟ هون كبرت براسي، وكان عمل الشيطان قوي، واخذت فوق ال 250 حبه، وخبرت مرتي انه انا انتحرت، قررت اني انتحر، وديري بالك على الاولاد، ولو ما العناية الالهية. هون بكتشف انه عمل الله كان بحياتي مرسال من الاول. ايمتى خبرت زوجتك عن مثليتك الجنسية؟ من بعد ما رجعت من ميديغوريا. اذا بدك نفتح ميديغوريا او من هلا بنحكي بميديغوريا. من بعد ما رجعت ميديغوريا رجعت ما كنت مغير. هلا بنحكي بميديغوريا. بس لمين كنت تخبب هذه الاسرار؟ رحت عند كاهن؟ لا، اقول لك شغله، لكم كثير صريح بالاذن من ابونا مجدي، كل حياتي عندي كره فايق الطبيعه للكهنه،
ما كنت طيق إنسان إنه كاهن. الكاهن اللي رحت لعنده وقتها فكرت ما جرب يخدني لطريق الله، شافني كتير من دفع لي لا خليك مثل ما أنت، بس إنه الظروف بتغيرك. هيدا لبن أنا ما أخذت قرار بالزواج، ما كنت عارف عشو فايت، هل ما كنت عارف إنك عم ترتكب جريمة بحق زوجتك يعني؟ وعفوا على التعبير، يعني في كتير ناس رح يطرحوا السؤال، كيف مارست حياتك الجنسية وأنت عندك حياة جنسية أخرى؟ وقتها ما فكرت وانت بشير. عم تقول عندك منك بايسكشوال، انت جاي. اي ماني بايسكشوال، ولا المره كانت بتعني لي حتى علاقتي كانت مع الجيز كانت محصوره بمطرح معين. هون الانفجار الكبير اللي كان براسي، ما بعرف ليه تجوزت، ما بعرف كيف تجوزت. تعرفت على مرتي بسبعة ايار ب 31 بعد ثلاث جماع باخر شهر العدرة تجوزتها، بس العناية اللي هي اللي كانت معي واللي خلتني مارس العلاقه الجنسيه صحيحه مع مرتي، بس entre parenthèses كان في عندي الحياة التانية المزدوجة ما قدرت اتخلى عنها، وكنت عطول اني في براس الاشخاص اللي بحياتي تقدر. اي متى بلشت تعطى مخدرات وليش بلشت تعطى مخدرات؟ المخدرات بلشت معي وقتها كنت عم بعمل التجنيد الاجباري مع الشباب، سيجارة من هون، وهذا اللي بتوجه له لكل الشبيبة هلا، منهم اولادي، منهم اصحاب اولاد، منهم الكل، لانه الشيطان هالقد خبيث بفوت من طاقة صغيرة انه هالسيجارة خليني يكون رجال مثلي مثلهم، خليني بين اني اكبر من ورا سيجارة حشيش اللي بيقول الانسان انا ما رح اتعلق ساعة البدي بوقفها. وصلتني من الحشيشة للكوكايين للفري بيز، يعني اكثر من 24 سنة، وهلا بنوصل بسياق الحلقة كيف وقفت وكيف كانت العجيبة الكبيرة. وصلت ان انسان ضايع، ما في سلام، ما في الله، اولادي ما كانوا يعنولي بالحياة، مرتي، اهلي ما كانوا يعنولي. هالقد المخدرات اخذتني للجحيم يلي قلت لك وصلنا له. مين كان يعطيك المخدرات؟ كان الله كان نعم علي بشغلي بالمال، كنت الاشخاص اللي اظهر معهم يا ياخذوا مصاري جبولي، يا اما اشخاص بتعرف نحن ببلد صار كتير مفتوح على هالامور، والشيطان مغلغل حتى بالمدارس حتى بالولاد الصغار، كانت توصل باسهل ما يمكن. الشيطان بيعطيك الحياه الحلوه بالمخدرات. جورج، ليه عرفت انك رحت عند مشعوذين عند ناس؟ باختصار لانه بدي اسمع شهادة جورج، لان كثير مهمه، وتوني وجورج، وبدي ارجع بير مجدي يعطي تقييم. ان شاء الله اقدر اتمالك حالي لانه ما بقدر احكي هالموضوع مرسال، ما اتاثر لانه يمكن بحياتي الشخصيه ما اذيت اولادي، ما اذيت مرتي، ما اذيت اهلي. بس هون بتوجه لكل انسان ما يروح عند هالاشخاص المشعوذين، ما يروح عند هالكذبه هالدجالين، لانه هيدا كان اكبر خراب لعائلتي. بايدي اخذتهم ودفعت مصاري ووصلت اولادي للخراب. لو ما نعمت الله بتوبتي هي اللي رجعت وقفت عائلتي، وهو اللي مرافقنا مع العذراء من ورا المشعوذين أكتر من المخدرات. ضيعت عائلتي بهالأشخاص، صدقت هالأشخاص. نحنا كنت إنسان مريض، كان بدي خشبة خلاص إنه فكري عم ساعد عائلتي، أنا ما كان فكري إنه أنا عم بأذيها. خربت حياتنا كلها لسنين لسنين، يمكن بمطرح لهلأ بعدنا عم نعاني. مرسال بشو؟ عم نعاني من وراء القصص، بيقولوا لك عم نعمل خير، بيكونوا عم يكتبوا لك، بيكونوا عم بفوتوا الشيطان الارواح الشريره لقلبك، بتتغير حياتك، بصير الغضب عندك، بصير علاقتك مع عائلتك. شو نقطه التحول اللي بدي انقل على المحل الثاني لحل، انه نقطه التحول اللي خلتك تبرم؟ بفرق ثلاث اشهر توفى ثلاث اشخاص بحياتي، هن بنت كانت تشتغل معي وشخصين أصحاب شباب أكسيدونات سيارة. وأنا ما بأمن بالحياة التانية وما بتعني لي ولا شيء. آخر شيء علاقتي صارت بس أنه أنا مع الله، لا بصلي لا بعترف ولا بروح كنيسة ولا شيء. صرت فكر بمختصر مفيد، وين راحوا هالأشخاص؟ وين راحوا؟ بالصدفة عندي زبوني مدام رزق اللي وجه لها الخير بتقلي عن ميديغوريات، لا بقلبي أعبالي روح عم بتحك عليها. وثائبت إرادة العذراء إني أحجز وروح على ميديغوريه، ورحت على ميديغوريه ما فكرت حالي إنه هالقديس. ثلاث أيام عم بتطلع من هالشباب الحلو، منها إنه غيرت بلد غيرت جو. لبعد ثلاث أيام القديسة فوستين كان لها كتير دور بحياتي، اجوا أشخاص معنا بالأوتيل عطوني قصتها، قريتها بالليل. تاني نهار ما رح طول السيرة، عم نعمل تيراج ميديغوريه، بتطلع لي القديسة فوستين هي شفيعتي كل السنة. رحت على كرسي الاعتراف، مش عارف كيف رحت حدا دفشني، وهون كان ثلاث أرباع الساعة عم بل دموعي بتوب الخوري، عم بعترف عم نظف، وهون بلشت التغير بحياتي.
جيت عند مرتك وخبرتها عن كل حياتك؟ جيت لعند جيت على لبنان عندي سلام من مديغوريين ما بيفهم، بس ما عندي قرار اني غير حياتي. جايب كنت محبس لألي ومحبس لصاحبي، كان في عندي صاحبي بحياتي. نعم. ما قدرت لشهر اعمل علاقه مع صاحبي، بس كنت كل يوم اعمل المسبح الورديه كل يوم كل يوم كل يوم. بعد شهر جيت قلت له لصاحبي ما قادر بقى، ما قادر كفي معك، انا خلص هالقد حاسس بدي اتغير. كان عندي مرشد الروحي العذراء من اول نهار بمديغوري، عرفتنا عليه بيرمو ابو صالح من جنوب، الله يطول بعمره ويخلي كل اخواني، كان مرافقني. تقيت له قلت له بيرمو حاسس حالي عم بوقع، ما بقى رح اعمل مسبحه. رجعت اضرب ما كنت بجمعه، رجعت اضرب مرسال، ما بقى فيه من واحد، صرت مع اثنين مع ثلاثه بيقول الانجيل، بس تطرد الشيطان بيرجع بيجي سبعه اكثر. هيدا صدقني اللي عشته الانجيل، بس وقفت قرار التوبة رجع خبط فيي. بحياتي كنت أظهر أورجي مع حدا، صرت أظهر مع كذا شخص، صرت الجاي أكلتني بيقول لي بيريمون ما تعت الهم رح صلي لك بهيديك الليلة. بقعد عشية عم صلي الساعة 2 بالليل، طلعت هيك بالسماء قلت له يا، وهذا اللي بدي وصله لك الإنسان، لأنه كل عمري كنت صلي مني لله أو بالدين التاني أو المسيحية، بس ما بحياتي وصلت لقرار التوبة، لأنه أوفون ما كنت مصدق. بهالليلة مرسال طلعت عم بحكيك صدقا، طلعت هيك قلت له ربنا انت يمكن بالسماء يمكن بالارض ما بعرف وين، بس انت الله، لو انا الله مني بحاجه لك كنت غيرت حالي، انا بدي اتغير، انت اللي بدك تساعدني، انا ضعيف انت القوي، ساعدني تغير حياتي، رجعني انسان مثل ما انت خلقت مثل ما انت بدك ياني. تاني نهار مرسال بقوم، العجيبه الكبيره من بعد 25 سنه ادمان. بتعرف شو الادمان؟ هلا رح تسمع من الشباب يمكن هن اكثر مني بالادمان. اوقات جمعه منام مرسال، اوقات حط كذا $1000 بجمعه منام، قوم تاني نهار يعطيني ربنا النعمه يلي بيعطيها لكل انسان بهالحياه، وقف المخدرات، لانه ربنا كان عارف اني انا انسان صمت لاولادي لمرتي لاهلي. قمت قلت لها لمرتي انا انسان بدي خبرك خبريه، عملنا مسبحه الرحمه الالهيه وما كان عندي شك براسي انه ممكن تتركني، لانه عارف انه ربنا بده ياخذك على طريقه بمهد الامور، عملنا الرحمه الالهيه. خبرتها اي مره بتحدى اي مره لما تقول انا بدي انتفض، عم خونة عم بغشها بهالطريقه، مش بطريقه عاديه، مخدرات عم بكذب عليا كل هالسنين. بتعرف شو قلت لي مرسال؟ قلت لي بس ليه عم تخبرني؟ قلت لها لانه الله معي والعذراء معي، بس لوحدي بهالارض ما فيي اذا ما رفقتيني ورفقتني. والنهار التاني عملنا الرحمه وخبرت عائلتي وخبرت اولادي، ومن وقتها بشهد العمل الله بحياتي. بير مجدي ليش بدنا نصدق لجوز؟ لانه ربنا قادر يشتغل بأكثر ناس تعبانين بهالعالم. إجا هو كرمال التعبانين. يسوع مع مين تعمد؟ تعمد مع كل الخطأ. يعني يسوع ولا مرة كان أكبر، يسوع كل عمره كان أكبر متواضع. إذا بنشوف كل مشاهده جسد مزبل بهيم كرمال أهلنا، كرمال يرفعنا، كرمال يكون أبناء لإله. الله الله إله الرحمة، نبع المحبة، بي اسمه بي، بسألك بيك أو بي إذا أنا غلطت مرة واثنين وعملنا أغلاط بيرفضنا بينكرنا أبدا. نحن ولك شحيل بين السماوي، الله رحمته غير رحمتنا. بس عايش حياة طبيعية جورج اليوم، ولاده كبروا وابنه زوجت ابنك وعندك حفيدين والله خلي لك. طبعا رح نرجع نسمع الشهادات، بس بدي اسمع تعليق جورج وتوني وجورج على شهادة. تفضل. الزانية شو قال يسوع ساعت اجوا عم يرجموها؟ من منكم بلا خطيئة؟ من منكم بلا خطيئة في الجمعة بأول حجر. الرجم ما بفيد. نعم. المحبة والغمرة اللي بتفيد لأن إياها بالابن الضال. هلا رح نشوف اصلا كيف غمرت توني وجو. بدك تاكل الحلقه كلمه وحده، لانه بعد قد ما حبوك قد ما حيقوم يضربوك. هلا كلمه بتمسني من جوا بالمثليه الجنسيه. شو هالكلمه هالفكره بتمسني. نعم. بتمنى من كل انسان على وجه الارض، رح ارجع لك، رح عندي في عندي مجموعه اسئله بعد. نعم. ما يحكم على الانسان المثلي، ما يحوله لمجرم، يعطف عليه، يحبه، يصلي له، ياخده مثل ما هو، ما الله بحبنا مثل ما نحن. رح ارجع لك انه في مجموعه اسئله انت كمان طلبتهم. جورج شو تعليقك على شهاده جورج بجاني؟ وانت ايضا كنت في عالم الجنس، على المخدرات، تجاره الجنس وتبييض الاموال. الله معك مرسال. رح ارجع لك اذا بدنا نسمع شهادتك، بس بدي تعليقك قبل ما فوت على بريك. انا بدي اقول له توبه لك يا جورج، لانك عن جد فعلا انت شاهد حقيقي للمسيح. وهيك بدنا عالمنا كله يكون هيك قوي ويشهد ليسوع بكل معنى الكلمه،
لأنك أنت عشت من بعد ألم وصلت للمجد، وأنا بشكرك وأنا بهني مرته. يعني بس جورج كأنا عم نقول نحن هون إذا ما بيقدر واحد يعيش تجربة إيمان ما بيقدر يشفى، ما بقدر يطلع. شو؟ أكيد. شو؟ أكيد. لا بلا إيمان ما بتقدر تشفى، ما بتقدر تطلع من هذا الجو ولا أبداً. ولا ممكن تتعالج بالطب، ممكن تتعالج بالطب بس، ولا ممكن يمكن ترجع توني لأنه مرض. منه مرض يعني منه واحد كسر إيده راح عند الحكيم جفصنة، هيدا أشياء روحية فيه يعني مستحيل. فيك تروح عند أي بسيكياتر عند أي بسيكولوج يشتغل معهم مع بعض ممكن يرجع في كتير في عمل 90% يعني أنا برمتهم كلهم ما قدرت اشفى غير بيسوع المسيح. جورج بدي ارجع لك برمجة. انا مش بس بلبنان مجرب، بامريكا مجرب كذا بروجرام وما في شيء حل للمشكله. يعني دخلت يعني على برامج انا 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 الرب يسوع المسيح الوحيد الشفاني. برمجة طبيب واحد معالج نفسي بالعالم ما في غيره، واهم معالج نفسي هو طبيب الاطباء يسوع المسيح، لانه اللي هو اهين قال له ايه محمول في فراشك وامشي او مغفور لك خطاياك. ما حدا بيغفر لنا خطايانا، وكل اللي عنده جرح بده حدا يغفر له خطاياه ويحبه، فقط يسوع المسيح بيغفر وبيحب. وقلنا لا تدينوا كي لا تدانوا، مينك انت تدين؟ انت عليك تحب، لو بتحب ببطل في اي مشكله على الارض، ما كان في حرب ولا كان في كوارث. نقص بالمحبه اليوم، نحب ميلتنا، نشوف ما نشوف الكبايه المليانه بقى. ولا مره عم يكون سمعان الكيروان اللي بدي احمل مع رفيقي صليبه، مش حمله صليب او اصلبه. رح توقف مع بريك، بعد البريك استمع ونشارك بشهادات جورج توني وجورج. بلش مع جورج طبعا، بدي اتمنى عليكم تفوتوا كمان على بعض اذا عندكم نوع من الاستضاحه، نحن عم نعمل ثيرابي على الهواء ايضا. بريك ونتابع. في شيء بدي اقوله وتابع كلام الناس في هذه الحلقة الخاصة الليلة تحت عنوان عادوا من بعيد. جورج سماحة أهلا وسهلا فيك، مواليد 1978 منطقة الخنشارة صح؟ قلت لي بدك تقول شيء قبل ما بلش. ايه أولا أنا باسم إخوتي الشباب بدي أشكر ربنا يلي عن جد جمعنا اليوم هون، ومع أنه أنا بعرفك من 3 سنين بس هذا التاريخ ما بنساه، 22 شهر هذا تاريخ مقدس كتير عندي يلي هو مرشربل، مسيرة مرشربل يلي بهذا التاريخ اجتمعنا أنا وياك بالصدفة وقعدنا وحكينا وفتحنا موضوع المخدرات، وطلبت أنه نعمل حلقة يلي أنا كنت متباعد يمكن 1% أنه نقدر نعمل حلقة نحن وياك بموضوع المخدرات، لأنه أنا بعرفك أنت إنسان يعني أكتر شيء حلقاتك هي سياسية أكتر ما هي أنه اجتماعية. كرمال هيك كنت جاي دايما نشوفك بالنادي وإجي بدي أحكيك بهذا الموضوع وأرجع أوقف وهيك ما أتجرأ أحكيك بهذا الموضوع. بعتقد حدا منكم قال أنه أكتر شيء تأثر لما عملنا حلقة المخدرات، بعتقد جورج أنت توني لما عملت حلقة المخدرات مزبوط من شيء 11 سنة نعم. عملت حلقة عن المخدرات وجمعوني إخواتي احضرها انه بلكي بيستفيد منها بشيء، وصدق في شيء كتير كبير علق براسي، وحتى هلا طلعت انه عندي رساله بدي اوصلها انه عن جد انا استفدت من هيديك الحلقه لو ما تحركت بوقتها، يعني لو ما كان عندي بس هزتك يعني هزتني حركتني خط يعني كان صار لي سنه اخذ قرار التوبه وبعد نزول وطلوع وحضرت الحلقه، قلت مثل ما هن قادرين يعملوا هالشيء انا قادر، ورجعت بعد 11 سنه تقعد معك تيعرفوا الناس مثل ما نحن عملنا ربنا عمل من خلالنا وهو تحكم بتصرفاتنا ونحن وهبناه الحرية اللي هو عطانا إياها قادر غيرنا يعمل. ما في شيء اسمه صدفة بالكون، ما في شيء أبدا. نحن هو بيعرف الوقت المناسب، وهذا الوقت يمكن المناسب تنحكي فيه بهذا العالم اللي عم تكتر فيه المخاطر، هذا الوقت يمكن اللي عم بوزع فيه حب يعني بجمع العظيمة، ما في حب أعظم من الحب إنه بزل زيته على الصليب كرمالي أنا الخاطي والتعبان والموجوع. هذا الحب عطاني ما حدا بيقدر يعطيه، والحب اللي اصلا جايبني لك من مع حالتين انا ما كنت حبك بتعرف هالشيء بس مع يسوع بتغير كل المسافات وبتغير كل الاشياء. بعرف انه الوقت هذا الوقت يمكن كان مناسب، ما في عندنا شيء صدفه. سكوا بي انا غلبت العالم، من يتبعني لا يمشي في ظلام، احمل صليبك واتبعني. صليب وفرح في له مثل انه اليوم بالاحساس انه هو الولد المدلل اليوم عند العالم توصفيه بديغوري اكيد. جورج جورج كم واحد انتم بالبيت؟ نحن عند الوالد والوالده وعندي اخت اكبر مني مجوزه وفي عندي خي اصغر مني. الله يخليكم لبعضكم. انا الوسطاني. عشت بالخنشاره لغايه اي سنه؟ لغايه ال 15 سنه فينا نقول. كان عمرك 15 سنه؟ نعم. كيف كانت علاقه اهلك فيك؟
من أنا وصغير أكيد تعرف كل إنسان ربنا خلقه خلق فيه محبة. تعرف نحن أطفال صغار كنا بريئين دائما هيك يعني كيف بدي أقول لك يعني مغمورين بالمحبة. كنت أنا أكثر واحد مدلل عند أهلي بس كنت يعني كنت تربية صارمي كمان مثل كل الأهل أكيد يعني. تعرف إنه عيشة الجبل عم بحكيك يعني من بالخنشارة بال15 سنة قررت تنزل على بيروت تكفي دراستك تكمل دراستي أعمل إدارة فنادق. حبيت هالمصلحة هيدي وحبيت إنه أعمل إدارة فنادق وتخصصت بالفندقية واستأجرت فوية تحت وصرت أطلع بالويكند على الجبل وهيك. وهونيك بلشت تعرف إنه حياة الجبل غير حياة المدينة. بلشت انفتح أكثر على العالم. تعرف عيشة بيروت غير عيشة الجبل. أكيد ما فيني أقول لك إنه هالتطور يلي هلأ نحن عايشين فيه حاليا مش مثل التطور يلي كنا عايشين قبل فيه. ما كان معنا موبايلات، ما كان في إنترنت، ما كان فيه التواصل السريع بين بعضنا. بس كنت دائما تعرف يمكن الاهل على محبتهم لاولادهم كانوا يكونوا شوي قاسيين. نعم. هذه القساوه خلتك تفلش بالمدينه. ايه خلتني تعرفت على بلشت قلت لي بلشت اعمل استاج بمطاعم ومقاهي ملاهي ليليه. مزبوط صح. بالملاهي الليليه شو اختبرت ليه عيشه كليا مختلفه عن حياه النهار. يعني خفايا النهار كلها بتبين بالليل. يعني طبعا هي مش ايداني كمان لجو السهر. لا لا مش كل جو السهر ممنوع. اكيد بعدني بروح بسهر باماكن محترمه، بروح بسهر بتعشى. شو اختبرت؟ اختبرت كحول عادي. الكحول عادي. مخدرات؟ المخدرات كنت شوف الاشخاص بس ما كنت اتعاطى. كنت خاف. كنت بعدني عمري يعني 16-17 سنه كنت خاف من هذا الشيء. ما كنت كتير منفتح هذا الموضوع. وانا اكيد كنت اشتغل بالكحول يعني كنت بارتندر. كنت انا اعمل الكحول بس انه كنت شوف الاشخاص كنت تتعاطى مخدرات بس اكيد كنت ابعد عنها انه اصحابي يقولوا لا ما شو بدك فيها وهيك خليك انت عم تشتغل لانه بيطيروك من مصلحتك. بس كان يعرف فيك بيك انك تاخرت بالسهر كان يضربك بعد الاوقات. ايه اكيد لانه كان خوفا علي يعني بس انا بحبه كتير. هلا شو رح تعمل بروسيا؟ رحت سفره هيك سياحيه بدي روح هيك جمعتين. عندي قرابتي هونيك مجوز مرته روسيه. قلت بروح بعمل سياحه. شو صار معك؟ صار معك شيء محدد هونيك؟ هلا اكيد طلعت تعرفت على الجنس هونيك. صرت تطلع بتعرف انه هونيك كتير منفتحين. نعم. تعرفت على البنات صرت تروح واجي انا وياهم. انت بتعرف مرسال انه الشخص اللي بيكون بعيد عن اهله حر بيكون اندبندد لوحده مستقل بيقدر يعمل اللي بده اياه. ما حدا بيقدر يشوفه، ما حدا بيقدر يعمل شيء. هونيك تعرفت على حياه الجنس انه صرت صاحب. اول مره ظهرت مع بنت كانت هونيك. اوكي. عملت تجنيد اجباري بعمر 18 سنه. نعم صح. شو علمتك هالتجنيد؟ علمتني اكثر شيء انه الالتزام بالوقت. شو صار بعد التجنيد الاجباري؟ تعرفت على بنت. تعرفت على بنت وبعدين خطبت. اهلها كانوا عايشين بالامارات. نعم. وقررت طلب مني بيي انه روح اشتغل هونيك كرمال نقدر نامن مستقبل ونتجوز. وهيك صار. بس بهالوقت هيدا انا كنت وقت كنت اشتغل بمقاهي الليلية صرت بطلت بجو الصلاة وبطلت روح على القداس نهار الاحد. صرت كان عندي كتير تساؤلات يمكن سبقتك بهذا الموضوع. كان عندي كتير تساؤلات حول الله ودوره. حول الله ودوره بالحياة. ليش؟ كنت شوف الاشخاص مثلا شوف اسمع حوادث تصير انه ولا بنت صغيرة ضربتها السيارة او بنت انقتلت بالغلط او حوادث سير او اي شيء. يعني هيدا شيء تسأل يعني تساؤلات. ليش وين الله هيك؟ وين الله؟ وربيت معي من فكرة ربيت معي أنه الله ظالم من أنا وصغير. أنه الله ظالم إذا بتعمل هيك بيجي ربنا يسوع بيخنقك بالليل أو العدل. توفى خيلك كمان زاد التساؤلات. هون أكتر كنت كتير أحبه وكان مثل صديق لألي أكتر. تعلق كتير كتير اتضايقت هون وصار معي ديبريسيون ونزلت على دبي وقررت أنه أعيش حياتي بالليل وأشتغل وموهت أقدر أنسى. التجأت للأمور الغير قانونية. لحظة قبل دبي أنت رحت أبو ظبي. أبو ظبي مزبوط. رحت أبو ظبي بعد اشتغلت بأبو ظبي. أنت كنت خاطب كمان بأبو ظبي. نعم. أمتى نزلت على دبي؟ من بعد 3 أشهر تقريبا. شو زلت تعمل بدبي؟ زلت أشتغل يعني نايت كلب بالليل. أوكي. بأبو ظبي كنت عم بشتغل بشركة بترول. بلشت اشتغل بأبو ظبي بدبي بنايت كلاب. ليش برمت من بترول إلى نايت كلاب؟ لأنه بدي اشتغل بالليل بدي موه. عشت بالصحراء تقريبا 3 أشهر ومن بعد هالخبر هيدا ما بقى بدي إنه قلت يا برجع على لبنان يا بروح على دبي. كانت خطيتك دبي كمان؟ كانت بأبو ظبي عند أهلها. أبو ظبي. وأجاني أوبورتيونيتي على دبي إنه اشتغل بدبي. في عندي شاب قرابتي دبر لي شغل بأوتيل. اشتغلت بالليل بمطعم بالليل. هونيك شو اختبرت يعني؟ يعني هونيك أكيد بلشت حياتي. بلشت إنه أنا عايش لوحدي بعيد عن خطيبتي. هون بعد تقريبا شي فتره 8-9 أشهر صار في مشاكل بيني وبينه وتركنا بعض. اوكي. هذا كمان اثر علي لانه انا كنت اول حب بحياتي. اثر على 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 حياتي النفسيه.
وقلت انه انا خلاص انه انا بدي اروح انبسط، بدي اروح انه الحياه مستمره، بروح بنبسط بعمل اللي بدي اياه. وهيك بلشت حياتي وبلشت اشتغل بالليل وبلشت ابني علاقات مع العالم هونيك، بلشت ابني جود كونكشن، لوصلت لمرحله انه صرت اعمل مصاري. وبتعرف تعمل مصاري بشو؟ بمثل ما سبقت وحكيت، يعني كنت عم تامن بنات، كنت أمن بنات للأشخاص الأغنياء يلي معهم مصاري كتير، كنت أمن لهم بنات. وكنت من وين هالبنات؟ كنت تعرفهم؟ كان عندك يعني كان في كونكشن، يعني بتعرف بالنايت كلوب، كنت يعني كنت صلة الوصل بين شخص بده ينام مع بنت ويظهر مع بنت، أنت تأمنها؟ أنا أمن له، يطلع لك مصاري، يطلع لي قديش تقريبا؟ يعني 300 دولار 400 دولار على البنت أو 500 دولار تقريبا. أوكي، كان شغل يومي هيدا؟ إيه، كان تقريبا يعني يوميا أعمل بحوالي 700 أو 1000 دولار بالنهار. غير كان شغلي ربيحة. ايه، كان شغلي كتير ربيحة، بس انا ما كنت عارف حالي لوين واصل، انه انا كنت فكر هذا شيء صح عادي طبيعي. وفوق هذا كله انا كنت عم مارس الجنس مع كل البنات، مع هالبنات اللي عم تجيبهم او غيرهم او حي الله، من جنسيات عربية من جنسيات ام اجنبية؟ عربية، من جنسيات اجنبية اكيد. اوكي، بالاوتيل كانوا يعرفوا بهذا الشغل او بالملهى الليلي انه انت؟ لا اكيد ما كانوا يعرفوا، ما كانوا يعرفوا اكيد. لا طيب بهالوقت انت لانه كان معاشي واطي، كان السالاري تبعي كان كتير واطي، ما كان يقدر يكفيني، بدي أوكي. اشتغل اقدر اطلع مصاري. عظيم. لكن انت بلشت هون تاجر بالبنات، بس انت بلشت تعطى مخدرات كنت وقتها؟ تعرفت على بنت مغربية. مغربية، وهي اللي هي اللي كنت تسهل للشغل كمان. ظهرت معها حضرتك؟ ظهرت معها، وهي اللي مرة بقعدة من القعدات جابوا سيجارة حشيشة. ليش عم تنقي كلماتك؟ قول الاشياء متمية. عطيتك سيجارة حشيشة؟ عطتني سيجارة حشيشة ودقتها. انا قلت انه انا كان عمري تقريبا شي 23 سنة 24 سنة تقريبا، يعني مش بعمر صغير، يعني ابو 15 سنه او 16 سنه، كان عمري 23 سنه. كنت واعي انه انا قادر اسيطر على حالي، وفتت بسيجاره الحشيش وعجبتني. اوكي اوكي، يا ليش لا، برجع بجرب ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. واكيد اللي بتعرف انه المخدرات مع الجنس، نحن بنفكر انه هيدا شيء كتير منيح، انه بننبسط وكذا، حتى جنسيا بنقدر بننبسط اكثر، بيعطينا فرح اكثر. اه بس لمطرح معين. اي لمطرح معين، لانه على كتله المخدرات انا بحكي كثير عاجز ما بيعود فيك تعمل علاقه جنسيه. رح وصل لك اياها الا ما تاخذ مخدرات، وهون بصير الضرب الكبير. سوري قطشتك، لانه ثاني نهار بتحس بالفراغ. لو بده يكون ملك جمال قبالك او ملك الجمال، ما بتعني لك بلا المخدرات، هيدا الخطر الكبير. يعني انا اللي بدي اقول لك عنه مرسال، يعني وقت اللي كنت فيها للمخدرات مثل ما عم يقول جورج، يعني بتوصلك لمرحله انه تعلى 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 تصير فوق العالم، وبعد ما بعد ما يخلص مفعوله يا ويلك شو بصير فيك. شو بصير بتحس؟ توني عم بيقول دغري مش دغري دغري، بلاقي كل شيء خسران، بتلاقي انه انت بقلبك في يأس، بيرجع بصير بده كميه اكبر تينسى الاشياء اللي عملها، تينسى الاشياء اللي عملها. صح، يعني بصير بده كميه اكبر تيطفي صوت الضمير اللي عنده. صوت الضمير ليش بيتحرك فيك؟ كل انسان عنده صوت ضمير، هو وعم بيغلط عند الضمير. لو ما وقت شو؟ لما ما بيكون في مخدر بيوعى الضمير، ما انت بتتعاطى، المدمن بيتعاطى يطفي ضميره. تمام، ايه لما ما يسمع الضمير. بس جورج عم تقول انك حسيت مع هالتعاطي كنت طاير، كانك عم تشعر انه انت فوق كل الناس. بلشت بالحشيش، بعدين فت بالكوكايين لانه صار معي مصاري، وبتعرف الكوكايين بدها مصاري. عملت مصاري من تجارة البنات؟ عملت مصاري تجارة ممنوعات. تجارة ممنوعات كمان عملت مصاري، وصلت تجارة ممنوعات بين دبي ودول العالم. تجارت فيها مزبوط. من لبنان حتى؟ اكيد كمان من لبنان حتى. نقلت مخدرات من لبنان؟ ايوه صح. نعم. اكيد من عبر اشخاص يعني. اوكي. ومن بعدها بس فت بعالم الكوكايين، صار معي مصاري، وقفت شغلي وقلت انه انا خلاص بدي انبسط، بدي اروح، بدي اجي. وهيدي الفتره ضلت معي على 4 سنين، يلي كنت وصلت كان معي مبلغ كتير عالي، حوالي 300-400 ألف دولار. خسرتهم بتقريبا 3 سنين ونص 4 سنين من دون شغل، ما عندي إنكم، ما عندي مدخول. ليش خسرتهم؟ خسرتهم عم بصرف، لأنه كل يوم عم بسهر، وكل يوم بدي مخدرات، كل يوم بدي مخدرات، يعني يومين عندي من مصروف. وين كنت تتأمن مخدرات بدبي؟ كان في أشخاص، مش أنا أكيد، كان في أشخاص هي تأمن هالبضاعة، مش أنا أكيد، ما كنت أمنها. يعني بتعرف أنت بلد، لأنه شو عم تقول؟ الإنسان اللي بيصير مدمن على المخدرات، إذا كان معه مخدرات ببطل يشتغل، وإذا ما معه مخدرات ما بيشتغل، يعني خلص بيضطر يعني بده يوقف خلص. ما فيك بقى، بتصير تقيل يعني، ما عندك هي الهدف. الإدمان ما إيش بيقدر يشتغل، عالم تاني، عالم معه مخدرات بده يفتش كيف بده ينبسط فيها، بضل يخلصوا مصرياته. طيب. تبعيتك من ساعة البتوعة لساعة تنام هدفك واحد،
بدي جيب المخدرات لعيش اللذة اللي كنت عايشها امبارح واللي قبلها واللي اكثر وكل أكتر يوم جديد عن يوم تنسى عائلتك تنسى حالك تنسى ضميرك تنسى مشاعرك تنسى كل شيء هذا اللي عم بيعيشوه هالشباب بلبنان حتى بتصير مرحله انه اخرتها بتصير دواء بتصير ياخذه كدواء تقدر يقوم تقدر يروح تقدر يجي بس بتصير دواء يعني هي وهم منا مثل ما عم ينقال يعني اليوم كتله الحشيش بتعم تضرب خليه دماغ بتعمل انفصام بالشخصيه مثل خليه يجيب اولاد يعني اليوم سيجاره حشيش ما عليها بتقطع من الاولى بالمطرح ممنوعات لا مش مزبوطه كارثه في كارثه يعني بصير مريض نفسي عنده انفصام بالشخصيه ما بقى فينا الا ما ياخذ دواء كل حياته تتخيل اهل المدمن شو بعينه تتخيل نفسيته وين بتتوصل مارسيل تتخيل الاشخاص اللي بيشتغل معهم الانتوراج كله طب انت حلاق وعندك سالون كيف كانوا يشتغلوا معك الناس يشتغلوا معي لانه قلت لك اخر مرحله كنت ابقى اوقات جمعه يقولوا لهم مريض لزبونات ابقى متواصل ما نام جمعه كامله ما نام على الفريبيز على الكوكايين هون وصلت انا جربتها كمان انت جربت كوكايين من ورا سيجاره حشيش انه ما بتضر مثل ما بيقول العالم ما بتضر شوف مش بس كوكايين مش بس كوكايين حتى الفريبيز شو الفريبيز الفريبيز هي هي الكوكايين البايظ شو الشيطان هي بحد ذاتها الشيطان كيف يعني يعني بياخذ لك تورنيدو وهو بكبك بكبك وما بده تعبيرك غريب جورج يا بالحبس يا 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 ميت شي مطعم بتبطل تعرف تعمل شو شو ما كان يعني بتضيع 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 انت تعطيت فريبيز يعني بتفقد السيطره اكيد طيب هون بهالوقت اهلك شو كان وضعهم هلا اهلي اكيد كانوا بلبنان ما كانوا عارفين ما كانوا يسالوك وين مصدر اموالها او ما كنت تبعث لهم انه ايام قليله كثير يعني يمكن 5% 10% بعث لهم مصاري شو كنت اقول لهم كنت اقول لهم انا جواد شو كنت اقول لهم اكيد ما كنت اقول لهم شيء كنت هالمصاري انا عم طلع انا عم بصرفها على حالي وعلى الـ على الـ على الـ ما خفت على حياتك اكيد خفت على حياتي كنت كتير كنت وصل لمرحلة مهلوس لأنه تتعرف بدبي بلد كتير خطرة مش بمكان مش مثل لبنان يعني هونيك اللي عندهم الأمن كتير كتير قوي يعني حتى المخابرات يعني هونيك من أعضاءهم هن حتى المواطنين هن أمن على الدولة كتير كان موضوع كتير حساس وحتى كنت ما خلي حدا يعرف أنا وحدي حتى الأصحاب اللي معي ما كانوا يعطوا ما كنت أعطي حدا وحتى ولا مرة انكمشت يعني كتر خير الله يمكن ربنا عم يتدخل ولا مرة أنا انكمشت نشكر الله اكيد لانه في تدخل حتى قلت لي مره ببيروت يعني صارت معك وما انكمشت ايه ايه انه انا شيء عرفت جورج بعد 4 سنوات خسرت كل شيء بال 2007 قلت لي انه نمت شهر بالسياره بدبي ما عاد معي ولا ليره نمت شهر كان بعد عندي شهر ترجع على لبنان بتخلص اقامتي نمت بالسياره تبهدلت ما عاد عندي بيت ما عاد عندي شيء ابدا من نص مليون دولار الى ما عاد عندك ماشي ابدا حتى واصحابك مغربيه وغيرهم شو ما حدا تطلع فيه ما حدا تطلع فيه كلهم بعدوا عني مرسال استاذ مرسال بدي اقول لك انه بعت حتى بيتي بلبنان ما خليت شيء ما سالوك اهلك ليش بعت بيتك بلبنان لا قال لهم انه انا بدي اعمل انفستمون بدبي او بستوك ماركت او كان في تعرف الاسهم هونيك وكذا بدي اشتري اسهم وتاجر وكذا بهول قصص هيدي بس بال 2007 بادار نمت شهر بالسياره بالليل وهونيك خطر ما في يجوا علي الشرطه بالليل يقولوا شو عم تعمل انت كسرت الازاز بالاوتيل اي ليلي هون بيروت او وين قلت لي كسرت الازاز كسرت لا هيدي وقت رحت على السعوديه اوكي بس نمت بالسياره وبالنهار رحت اتحمم على البحر بهدلت كتير يعني عن جد شهر وبالشوب عم بحكيك يعني كان في شوب هونيك من بعد بس خلص قبل بيومين جيت لهون على لبنان قطعت التيكت وجيت على لبنان لهون وهون بلش وصلت لمرحله بتعرف انسان عايش بمرحله كتير عاليه وشوي يوصل للصفر مش هينه ما ولا ممكن كنت اقدر اتقبلها اهلي نعم هي بتخسره حريته وكرامته كإنسان المخدرات هي دمر شامل نووي نووي بتعرف هلا قديش العالم خايفين من النووي مخدرات هيك لأنه بتضرب عائلته من جذورها بتبطل في عائلة بتبطل في إنسان بتبطل في كرامة بتبطل في كرامة إنسان يروح يتحمم كرامة. بالبحر نعم يعني هيدا الشيطان بحد ذاته بيلبس الإنسان المخدرات دايما فيها خسارة ولا مرة فيها ربح المخدرات هي يعني لا بتعرف لا مسلم ولا مسيحي لا غني ولا فقير لا أمي ولا متعلم المخدرات هي لتبل الشعوب كلها سوا اليوم مش قليل بتعرف إن أوقات بتوصل مسألة تصير حشا السامعين مثل الحيوان إذا ما معك مصاري أو التاجر اللي بيجيب لك ما قادر يوصل لك وإنت واصل بمرحلة مفتكر حالك طاير بتعرف وين بتصير إنت كإنسان؟ بتعرف وين بتنزل؟ بتعرف وين بتزحف؟
كل انسان عم بيتعاطى مخدرات. خبرني مره زحفت وتزليت. زحفت كثير مرات مش مره. قلي. كثير مرات تقيت لحدا تاجر اللي كان يعطيني وما كان معي مصاري وما في يقطع الماشين لانه ما في يقطع. شو عملت؟ صرت اترجيه، صرت ابكي على التليفون اقول له الحقني خلصني، ما بقدر نام، ما في نام، بدي كفي ليلتي. وهون كان هون كان الحرب بيني وبين ذاتي بمطرح معين، وبرضه ما قدرت طلعت منها مع كل هالازدال وما قدرت طلع. حتى استاذ مارسيل انه كنا بنوصل لمرحله من ما يكون في يعطونا بضاعه مضروبه نشتري بضاعه نشتري مره مش بدنا بضاعه يعني يضربوها باشياء ثانيه بشوف بزوت مثلا لا بيطحنوا بانادول بباريس يعطوني بانادول مطحون كذا شغله ما يعطوك بضاعه بدك شيء انت بدك شيء وتشم تنسى عرفت توصل لهالمرحله هيدي هي يعني انا مثلا هلا اليوم هدفي اولادي ومرتي اوكي بس بوقت الادمان هدفي هي اللي هي التعاطي من الصبح للصبح في ايام ما بنام 6 7 ايام ايام ما بتنام لانه هدفك هي وكيف بدك تجيبه ومن وين بدك تجيبه وبدها تضلها معك هي بتاخذ لك كل وقتك من اول ما بتوعى كيف بدي ادبر مصاري لاجيب مخدرات وين بدي ارجع اتعاطيه هون وين بدي ارجع مين بدي ارجع اشوف مين بدي استاذ مسال بسمع منه بتقول لي الكلب احسن مني كنت اسمع منه الكلب احسن مني كان اني كسبت اجمل ايام حياتي المراهقه جملت خسرت حياتي الشخصيه حياتي الجنسيه يعني كنت اسمعهم يعني خساره 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 هو جراحات مين بيرسموا فيش الا ربنا ببلسم فيش الا ربنا بيغمرهم فيش الا ربنا بيعطيهم يرجع حب الحياه وساء انه في حدا مات كرمالك وبيحبك يعني الاهل بيقف الزمن عندهم بس انت تعرف ابنه اذا ام تعرف ابنه سقط بالمدرسه او بالجامعه او بالتقديم شو بصير فيها تخوت شحال بس الا عرفت انه ابنه بيتعاطى مخدرات بيقف الزمن عند استاذ مرسال بتبطل ام بصير ليلا نهارا بكي وصلوات بالليل وبالنهار بقاش تعرف لاهلها ولا العالم ولا الشارع ولا شيء كل همها تصلي هيك قالت له ام التوني بعد شوي رح اشوف شهادة توني لانه انا فعلا اثر كثير في هالكلام لما عم نحضر مع توني لما امه قالت له شو السنين ما بنام ما قضيت على هالليله حرام رح نرجع لك يا انطون بهالشهادة العظيمه تفضل جورج تابع رجعت على لبنان رجعت على لبنان انا هون ما عاد قدرت رحت على دبي صار في مشاكل ما عملوا لي فيزا وهون قررت انه فسكرت معي من جميع النواحي قررت انه خلص ما بقى عندي خيار تاني اهلي ما فيني اخذ منهم المصاري شو بدي اعمل قررت انه انتحر لانه ما بقى خلص حسيت حالي منبوذ من المجتمع كل العالم بعدت عني خسرت اكبر اصدقاء لي بدبي مع انه مع اشخاص زباين كنت بعرفهم يعني من اكبر التجار بدبي كنت اعرفها كل هيدي خسرتها ما عاد حدا اتصل بشخص قال له بليز ضبط لي فيزا يقول لي ايه تاني يوم يسكر الخط بوجهي ما عاد يرد علي كل العالم كانت تمشي معي كرمال مصلحه بس وصلت لهون قررت انه انتحر بهذا النهار بعد شهر ما بتذكر يعني ما فيني انسى هذا النهار ما خليت نوع مخدرات الا ما تعطيته وقررت انه خلص انه هذا الليله هي اخر ليله بحياتي ودورت السياره ورحت انا واصحابي وانا ونازل هونيك صارت معي لك الاوفر دوز الكريز يلي صارت معي يلي ما عدت شفت شيء شفت ظلام قدامي وحدا مثل كانه عم يخنقني وعم تطلع روحي شوي شوي وقفت على اليمين يكبوا لي مي يصفقوني على وجهي وانا عم صرخ بهالوقت لا كنت اعرف العذراء يمكن بقبل وقت كنت بدبي يمكن اقل مسبب بالله وبالعذراء وبالقديسين اكفر لانه وصلت لمرحله خلص يعني شلت الله من حياتي نهائي على الطريق بعين على انت غبت عن الوعي غبت عن الوعي هونيك وقد ما صاروا يكبوا لي مي اخر شيء بتذكره وحتى هن قالوا لي اياها صرخت صوت بالعذراء قلت لها يا عذراء يا مر شربل من وين اجى عندي هالوحي تقولهم ما بعرف وانت ما بتعرفهم ما بعرفهم ما مش زاير حريصه مش طالع عليها مرشربل يمكن مش سامع فيه يمكن مرة حدا حكي قدامي عن مرشربل مش طالع كنت اجي من سفرت من هون كان عمري 20 سنة ما بعرف شيء يعني ما كنت اطلع لا امك كانت تحكي مرشربل امي كانت تحكي وهيك يعني امي كانت مرة كانت بتصلي دايما بالبيت عين على خلصت بس انت بعد منا شو صار صوتوني على المستشفى اخذوني ارجانس عرفوا اهلك انه انت مدمن مخدرات لا ما بالليل ما حدا عرف لتاني يوم تاني نهار عرفوا تاني يوم حسوا انه في شيء غلط وكذا خبرتها للوالدة نعم. وما عاد عندي بقى امل شو بدي اعمل من بعد ما طلعت من الارجانس من تحت قلت لهم بدي فل ما بقى فيه قالوا لي بتمضي ورقه على مسؤوليتك وبتفل فليت وطلعت على البيت كل الوقت مهلوس تاني يوم الصبح دورت سيارتي وطلعت بلاقي حالي صرت بحريسة وشو اخذني لفوق ما بعرف وصلت لفوق قدام الشخص قدام التمثال طلعت وقفت فوق قدام التمثال ما بقى عندي حدا كل العالم بعدت عني قلت لها يا عذراء انا جاي لعندك اذا انت عن جد ام الله
وعن جد صدقيني انه 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 قادره انت تخلصيني عن جد. اعطيني علامه، فرجيني شيء، بس لانه ما وصلت لمرحله يأس مرتين، فت اعمل علاج ما كنت استفيد، فوت يومين ثلاثه وارجع اهرب وفل، ما كنت اجرب استفيد من العلاج الطبي. من بعدها حسيت بشعور لا يوصف. ضربوك، كنت تضرب كوكايين برقبتك انت توصل، لانه اخر مره اخر مره ضربتها برقبتي وقت النهار بعين علق، ضربتها برقبتي ما انه لانه خلص ما بقى، لانه بتوصل دغري على الراس، اسرع اسرع بكثير من الايد يعني. بس نوصل كلنا ما بقى عندنا خشبه خلاص، يعني يعني ما عندنا شيء للحضيض، خلص خلص بتقدر تعمل كل شيء بجسدك. بنفكر بنطلع اوقات لله، وهو الله بيكون محوطنا من قبل، وقال لك كان مات على الطريق، وقال لك انت متت بالانتحار. حسيت بشعور، بتشوف الله قديش بيبقى مرافق. حسيت بشعور فوق لاول مره بحياتي، لاول مره مرسال بحس فيه هذا الشعور، حسيت بحضور في حدا عم بيقول لي ما تخاف، حسيت هيك مثل كانه بهدوء بصمت. صرت ابكي هيك، ضليت شي 10 دقائق هيك راكع على الارض وعم ببكي، بس ما بعرف صلي، ما بعرف لا الابانه ولا السلام ولا شيء ابدا. نزلت من فوق ما لي قلب فل من فوق، فليت من هونيك بدق لي عمي من السعوديه بيقول لي عرفت انه انت قاعد بلا شغل، تعال بدبر لك شغل تروح تشتغل هونيك. المهم بلا طول تسيري دبر لي شغل، وقبل بيومين طلعنا على مرشربل، اهله اخذوني اهلي لنطلع نزور مرشربل، طلعت معهم هيك يعني انه حشريه انه بنطلع يلا عم نعمل تجدوره. نزلت كمان على الضريح مرشربل، وقفت تحت ركعت، طلبت نفس الشيء، حسيت بنفس السلام. صدقني ما حسيته ابدا يلي كنت عم فتش عليه من سنين، حطيت مصرياتي كلهم تلاقي سعاده تلاقي فرح، ما كنت لاقي ولا ممكن. بتحدى اي انسان اليوم، لانه نحن علمنا اليوم عم يدفع ملايين الدولارات تلاقي فرح سعاده لإله، بيرجع تاني يوم ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء ابدا على هالارض بيعطي سعاده الا يسوع المسيح. هذا اللي اكتشفته، وانا اكتشفت يسوع من خلال العذراء، هي كانت مفتاحي ليسوع. وانا اليوم بقول انه انا مش بس انسان يسوعي، مش انسان مسيحي، انا انا مريمي. انا مسيحي وافتخر ومريمي. طيب بس هون خليك معي يا ابونا، اخر شيء الواحد ما بيلاقي يسوع المسيح الا بس يقطع بهيك مصايد. ابدا يسوع طول معنا، لانه اجى كرمال هلا نحن مش معه ايام كثير، نحن مش معه، نحن الله ما بيرفضنا، نحن بنرفض الله، لانه بس التربيه تبعنا بيوصل هالقد سعاده الحقيقيه انه لازم يقطع بهالاختبارات الكثير من الالم. ساعتها طلع بيلي انا قبل كل هالموبقات التربيه تبعه بالبيت كانت غلط. ساعتها قالوا له كانوا يخوفوه بالله، هيدا مش مزبوط، مش الكاهن بيخوف بالله، كاهن وراعي بيجمع بيقولوا دعوا الاطفال ياتون الي. انت بتقولوا له انتبه ليسوع المسيح بيزعل منك، بتخبطونا كل ديانه الديانه المسيحيه منع. لا 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 ولا مره. المسيحيه محبه، يعني المسيحيه محبه، قال موت يسوع على الصليب ما بعتقد فيه. حررنا المسيح لكي نكون احرارا، هي التواضع. ويسوع المسيح بيقول لنا لو سكرت الدنيا كلها بوجهنا والعالم واهلنا انا بحبكم. طيب يا جورج قبل ما كفي معك، انت عندك هالشعور كمان؟ انت يعني انا امبارح بالتحضير معك ما حسيت انه انت تعيش هذا المسيح داخلك قدن، ليش؟ انا اكيد بس لو ما بعيش المسيح ما بكون عايش، بكون ميت. هلا انا العلاج بالدواء كان جسديا، بس انا روحي كانت بحاجه للمسيح. انا روحي الدواء ما قدر يعمل لها شيء، الدواء ما قدر يعمل لها شيء، ما قدر يحررها. أنا الرب يسوع هو اللي حرر لي روحي من كل جنزير. كان يعني كنت مكموش بجنزير، روحي بجنزير مكموش، جنزير ولا ورا وراتين. روح والجسد حرر يسوع، الجسد ومرسال. بس بعد شغلة، مش بالضرورة الإنسان يمرق بهالاختبارات الصعبة ليكتشف يسوع. في كتير أشخاص لا اختبروا يسوع لقوا السعادة. يسوع بدي أقول لك شغلة، قالنا أنتوا أغلى شيء على الأرض، اغلى شيء على قلبي، اغلى شيء بهالعالم، انتوا اغلى من طير السما ومزنبقة الحقلة، انتوا كل شيء. يعني مرشد قطع بهالتجربة. انت مسلم كنت؟ نعم. طيب عمليا المسلم اللي بده اللي بيتعاطى مخدرات يعني شو بيعمل ساعتها؟ يعاقب. شو يعاقب؟ بالدين يعاقب. عظيم. بس انه اذا ما اكتشف المسيح عمليا ما بيصح؟ ما فيش. عم بحكي الاشياء سؤال طبيعي ومبسط. في عنده اشخاص بالقريه من المسلمين، قريه الانسان في كنيسه ومصلي. وانا بس يجي المسلم لعندي بقول له اذا ما بتصلي صلاتك وبتقرا بقرانك وبتعمل وجباتك وبتصوم انت ما فيك تكون بقريه الانسان، لانه الله هون بيشفي بقريه الانسان. ما فيش ادويه عندنا بقريه الانسان ابدا ابدا. اوكي. ما في، لانه انت عم تقولوا يسوع المسيح. يسوع المسيح انا عم بحكي كمسيحي اليوم، بس يسوع المسيح اجى مات على الصليب كرمال كل الامم وكرمال كل الاديان وكرمال كل الناس، مات هيك للعالم كله سوا.
وقال لك ان احنا بنروح على الجنه وهن على الجنه وهذا مش مزبوط هذا غلط بعدين في شغله كثير مهمه مرسال الله اعطانا اتمن شيء لكل البشريه للانسان اعطانا الحريه بس الانسان هو ما عم يعرف متى عم يتصرف بحريته عكس اراده ربنا استاذ مرسال اللي بدي اقوله انه حررنا المسيح لكي نكون احرارا انا مستعد اكون انسان حر بين اربع حيطان ولا خطيه ولا ولا اكون عبد للخطيه بدك تختصر لي بدي ارجع فوت بعد البريك عندي نعم. بعد توني وعندي جورج نعم. رحت على السعوديه سافرت على السعودية لهونيك أكيد سافرت لهونيك تأشتغل بتقول إنك ما أخذت معك كتب صلاة ما أخذت ما بآمن إلى أنه بتفتح الشنطة إلى أنه فتحت الشنطة صار معي كريزة وهونيك كسرت الأزاز بالبيت لأنه تروق لأنه صار معي كريزة بدي مخدرات بدي كحول ما في صرت كسر بالبيت رقت طلعت هيك قلت لها عدرة معقولة طلعت لعندك ما أعطيتيني علامة ما أعطيتيني شيء ليه شو عم بيصير فيي فتت لجوا على الاوضه فتحت الشنطه بلاقي فيها الكتاب مسبحه الورديه طيب المسبحه الورديه بحياتي مش شايفه بلكي امك حطت لك اياه امي ما بتعرف امي على فكره امي ما لنا متعلمه ما بتعرف ما بتعرف تقرا امي بتصلي المسبحه بتعرفها من هن وصغار طيب مين حط لك الكتاب العذراء انا اؤمن انه هي كتاب جديد بطاقته جديد ما حدا دايره الكتاب مثل كانه شاريه من مكتبه ما شيء ابدا تفاجات اكيد تفاجات شفت صوره العذراء عليه قلت اكيد في شيء من وراء هذا الشيء فتحت الكتاب بركي كنت عم تهلوس جورج لا اكيد لا ليش اكيد لا اكيد لا مش كنت واعي ما كنت اخذ شيء ما كنت اخذ شيء كنت مكرز كرزت ورقت بس رقت فتحت الشنطه لقيت هالكتاب يعني بعدين بشجع عن جد يعني نحن الكتاب ضلمه مع انه كنت خليني اترككم لهلاك اتركوني اسال اسئله طبيعيه خي هلا المشاهدين بده يقولوا خي طب انه اكيد ملوس بتعاطى وملوس بس اخر كلمه قبل ما تفوت قبل ما تسكت قبل ما انا اسكت بدي من كل انسان ما يفتكر الانسان انه انا هلا اذا كنت خاطئ او مش مؤمن كنت مسيحي او مسلم شو ما كان انه انا ما عندي امل لا الله معك عم بعجبك خلص الرسائل روح علي كفي بلشت اقرا بهذا بلشت اقرا فيها الكتاب هيك نعم. لبعد جمعتين بدي اقول لي الوالد من بيروت بيقول لي انه امك عم تعمل عمليه وعملتها كثير خطره قلت له شو في خير شو صاير قال لي انه عملت عمليه وطلع مع كونسير انا هون كثير تضايقت بس عرفت بخبر امي انه ما كان حملت حالك مسؤوليه مرض امك اكيد كثير كانت ضربه قاسية علي كثير نعم. يلي هي كانت سبب تحول يمكن فيني اقول 70% يلي خلتني والتجأت لهالكتاب وصرت صلي فيه وبتعرف انه انت بس تكون عايش بالغربة وحيد ما عندك حدا انه هيك تشكي له همك ما في حدا لوحدك التجأت لهالكتاب قلت له يا عدرا انا مستعد اعمل لك اللي بدك مستعد كون خادم لإلك بس دخيل اجريك بس امي تشفي من مرضها وهذا اللي صار بعد 3 شهور العناية الالهية قررت انه اجي على لبنان شو في بايدك؟ في صليب ليش حامل الصليب بايدك؟ لانه هو اللي بيعطيني القوة هو اللي بيخليني احكي ما بعرف انه كل الوقت هلا عم تبعت انا حامل صليب من اول الحلقه يعني حاط صليب كمان هيدا حاطه بايدك كنت ايه ليش حاطه بايدك لانه هو هذا خلاص لانه انا اؤمن فيه كل الوقت اول ما بلشت كنت عم حامل صليب بايدك من قبل ما فت على الحلقه انا حاطه بايدي اشتريته من مرشربة لنهار التنين ب22 شهر اولت امبارح لما التقيت فيك بهذا النهار اشتريته سان بنوا هيدا بيطرد الشر شو بيعمل بيطرد الشر صليب سان بنوا انت صاير خوري يا ريت الله يطعمني هالنعمة يا ريت يا ريت بس رجعت على لبنان هون صار عندي التحول بعد جمعه كنت اخذ امي تعمل العلاج الكيميوثيرابي بعد جمعه نازل على بيروت من الخنشاره شيء بشدني على دير مريو حنا فتت لجوا على الدير صلبت ايدي على وجهي قلت شو مش عارف حالي ضايع لا عندي شغل لا معي مصاري امي مريضه البيت متوتر كله سوا انه طب شو بدي اعمل بتلاقي بكاهن عمره 75 سنه اسمه ابونا بولس برجيلي الله يوجه له الخير بعده طيب لهلا بساكن بدير مريو يوحنا الخنشاره طلع في عيط لي قال لي تعي عندي يا ابني جيت لعنده قال لي شو بك قلت له حالتي حالي وميؤوس وما عندي حدا وامي مريضه وكذا وساعدني يا ابونا شو بدي اعمل طلع في هيك قال لي شو رايك تفوت لعندي على كرسي الاعتراف طلعت فيه هيك انا بينه وبين حالي انه شو عم يحكيني هذا شو مجدوب اي كرسي اعتراف ليش انا شو انا وين غلطان وتاني شغلي اذا انا بدي اعترف بعترف مني لله وانا ما بامن بالله ليش بدي فوت اعترف عنده بس لانه بعرفه واحترمته كرمال شايبته فتت لعنده بعد 5 دقائق قال لي فوت لعندي شيء قال لي فل شيء قال لي فوت اخر شيء حمت حالي وفتت شو بدي اقول له للابونا فتت لجوا 3 ساعات قاعد بكرسة الاعتراف 3 ساعات بكي مع دمعة توبة حقيقية كانت جوا
إذا بقول لك مرسال يعني حسيت الفرح والسلام يلي بحياتي كلها ما شفته. هلا جوليات سلامة قبالك عم تبكي. يلي بدي انقله يلي بدي انقله لكل انسان، لكل انسان على وجه الارض. لهلا بطلب هيدا، لهلا ما بقدر اوصف قديه كان حلو هيدا السلام، سلام لا يوصف نهائيا. بس حسيت بهيدا السلام ضليت 3 ساعات ابكي، والابونا يقول لي ما تبكي يا ابني، ربنا بحبك اجا كرمالك. قلت له طب انا انسان خاطئ، كيف طب كيف اجا كرمالي؟ طب ما انا انسان خاطئ، خلاني اكتشف هويتي يسوع. لك بكيته لجورج بالجاني عن جديد؟ شو ليش خلاني اثر فيك؟ خلاني اكتشف بحاجة. خلاني اكتشف هويتي، خلاني اعرف انه انا انسان خاطئ، ما بستاهل انه 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 يمكن فوت على الكنيسه كمان. من وقتها اجى قال لي الابونا ما تخاف، مات يسوع كرمالك على الصليب، ويسوع اجى كرمالك انت الانسان الخاطئ، مستعد يشيلك من الجوره، يرجع يطلعك انسان رافع راسك لفوق، وانت عندك حريه وعندك كرم. حال يا جورج يعني اكيد رافع راسك لفوق، والدليل هذه الجرأة بكل تواضع. انت رجل اعمال ناجح وعم تشتغل اليوم بالعقارات، والدليل قديش عندك هذه الجرأة تحكي اليوم انت مع ريمون ناظر، عم تأسسوا عائلة مار شربل ببكفية. نعم. عم تعملوا، عم تصلوا المسبحة كل يوم، كل نهار ثلاثة. امك شفيت الحمد لله، نشكر الله يعني كل نعم الرب. وشفيت بعلاج المخدرات بالصلاة. لأبونا تبعني 6 أشهر وقال لي في 5 أشياء بحياتك بس أنا بختم فيها هودي 5 أشياء. أول شيء بدك تقرأ بالإنجيل، اللي أنا بحياتي ما كنت قاري بالإنجيل. وتاني شغلة بدك تروح على القداس نهار الأحد، وتالت شغلة بدك تصلي، وأهم شيء صلاة المسبحة يلي عن جد يلي العذراء هلأ بميدغوريا عم بتشدد على بزهورات على صلاة المسبحة والجماعة. ورابع شغلة يلي هي الصوم، وخامس شغلة يلي هي سر الاعتراف يلي عن جد كان في كابوس بحياتي وطلع، يلي كنت حاسس بحالي بحبس إلي شي 20 سنة وطلقوني على الحرية، حسيت حالي حر، حسيت حالي انه عن جد قادر اتحكم بحالي. شكرا جورج. راح اقضيها مع جورج بالجاني والشباب بكي. انتو جايين على لحظات فرح. بريك اعلاني واستمع الى شهادة توني خطار وجورج سعادي وتعليق الاب مجدي علاوي على شهادة جورج سماحة بعد بريك الاعلاني. ليش كنت عم تبكي يا جورج؟ ليش بعدك عم تبكي؟ لا اتأثرت لما بكون انت عم تحكي شهادة حياتك او بتحكي عمل الله بحياتك، بكون روح القدس عم يتكلم فيك. لما عم بتطلع بجورج، عم بتطلع مش بجورج سميحة، بجورج بالجاني عم يحكي بالوجع اللي عاشه، اللي امه عاشته، اللي امي عاشته، اللي كل الامات عاشوه، اللي المجتمع كله عم بعيشه، وكلنا ضايعين عن الله، عن هالمحبة، عن هالغرام يلي هو بده ايانا نعيشه. جورج كنت بدك تقول شو كنت عم تقول؟ انا كنت بدي اقول عن الخمس لحيات اللي قالهم اللي علمني اياهم ابونا مجدي. هودي نحن بلاهم صفر، هودي نحن بلاهم صفر. ما انت عم تصلي المسبحة كل يوم جاي من امريكا ولا قد قبضاي؟ من الصبح نشكر الله. من الصبح قبل ما فيلم بيتي بتاخد ساعة معك وقت. قبل ما فيلم بيتي بكون انا عامل المسبحة. وانت توني ربع ساعة بتاخد المسبحة؟ تلت ساعة تلت على فكرة. بس الا اذا عم تمتم استاذ مرسال. على فكرة استاذ مرسال، انا وقت اللي قريت اول مرة الانجيل كنت قاري كتب كتير بحياتي، كنت انا اقرا الكتب بس الانجيل هو قراني، مش انا قريته، ضوال على حياتي على اخطائي. الانجيل هو بيقريك مش انت بتقريه. هول كلمات وين عم بتجيبهم؟ بتبشر اكثر من احسن من اخواني. عم قلك عن جد صدقني الانجيل هو يلي قراني. مجدي اب مجدي، الله ما خلقنا لا منقتل ولا منسرق ولا مدمنين ولا عنا زنا ولا حرامية ابدا، خلقنا على صورته ومثاله. نعم. بس المجتمع ما حدا بيحب يكون يوم الايام بيختار يكون مدمن، بتحدى، ما حدا بيتمنيها، وما حدا بيتمنى يكون جاي، ولا حدا بيتمنى يكون قاتل، ولا حدا ما حدا بيتمنى. يا استاذ مرسال، نحن ناس، نحن بشر، بالقداس نقول الأقداس للقديسين طاطا. نعم القديسين انتوا البشر، الكنيسه هي جماعه المؤمنين، فهالوجع والذل هالجروحات ما حدا بيقش فيها ابدا الا بس طبيب. انا ساعه بلشت بالمشروع كنت اول شخص بلبنان امنت انه في شيء اسمه كريستو ثيرابي، انك تؤمن بيسوع بتشفى. كانوا يقولوا بس كريستو ثيرابي. حلو ترابي. كانوا يقولوا لي انك بس بتبيعوا بالقلب مع سرطان بيروح على مار شربل الاعمى. قلت لهم مار شربل رح يكون عراب المدمنين ومش رح يستحي فيهم، ورح اتكعكعت على قبره وبكيت، وانا كل 22 شهر بطلع مار شربل. بالنسبه لي
قلت له انت بدك تساعدني لقعد اعمل هالمركز، لانه اكيد رح يكون في ضد ناس، رح يكون في ناس عم تحكي مش مزبوط، ابونا عم مجدي عم بيقتلهم لانه ما في ادويه، ما في دواء الا 50 حبه دواء الصبح على الريق هي مسبحه الورديه، اتغنج على امي تكون نهاري كله حلو اليوم بنهار. يعني غريب انا برعى لما عم بسالك شو العلاج قلت لي بالموسيقى بالسولفيج بالرسم بالمسرح بالرياضة، بالرياضه بالشغل بالارض بالشغل، انت بتقوم تشتغل معهم الشباب. انا هون بدي بلش مع توني بالمقلوب، يعني لفتني بالتحضير معكم امبارح اللي عم بتقول وصلت بمحل انت تغسل له اجري لاب مجدي. انت توني الولد القبضاي الزعور بالاشرفيه، ليش غسلت له اجري لمجدي؟ جربت ابونا مجدي اول شغله علمنا اياها نقرا بالانجيل ونصلي، بس شو النفع اذا كنت طالع من الكنيسه وعلقت مع صاحبي؟ علمني اكثر انه الاعمال هي اللي بدها تكون منيحه. ما فيني حلو انا بلش صلي وتعرفت على الله وانبسطت وشي حلو، بس بالحياه فعليا في مجهود للاعمال المنيحه. يعني ما بتقدر تعمل يعني بطل تكذب، بتبطل تعمل كل هالاشياء اللي منا منيحه، تصير انسان تخدم عن جد صعبه منا هينه. يعني انت اليوم عم تشتغل انت وجور عم تشتغلوا بس بالجمعيه صح؟ انا عندي شغل تاني بس انا بشتغل شغل تاني وبالجمعيه. وبالجمعيه بس بالجمعيه انت بس بالجمعيه بالتاكسي تاكسي المعوقين. طيب بدي بلش معك توني، حضرتك مواليد الاشرفيه 76 وليد الجرمه جنوب جرمة الجنوب 76، طفولتك بالحرب الأشرفية كانت طبعا صعبة، طبعا درست بالأشرفية، عشت كل ويلات الحرب مزبوط. بأي سنة وكيف توفى بيك؟ توفى بي بال91. نعم. كنا رايحين مشوار عند جيران لقلنا وصار معه مشكلة شي بقلبه، كنت ولد ما بعرف يعني، كان علمني سواقة لحتى لي أنا اضطريت أطلع من المنطقة من الأشرفية كرمال لأبقى مع بي اللي هو بجنوب عم بيشتغل، بسبب الأحداث هون ما في بمنطقة الشرقية ما كان في شغل، ونحن عائلة كبيرة نحن 5 شباب وبنت، اضطريت انه أنا أكون مع بي فوق بالجنوب. فمشوار كنا رايحين فجأة بلاقيه طب على التابلو، واضطريت بدي أخده على مستشفى وأنا ما بعرف لا مستشفى ولا بعرف شيء بالمنطقة اللي أنا كنت فيها. الله يسره وصلنا على المستشفى، ضليتني معه يومين ما حدا عارف فينا، ما حدا عارف فينا لا اهلي ولا شيء، لان قبل ما كان في اتصالات ما في سلولر. توفى بي انتهت الحياه عندي خلاص. شخص كنت حبه كتير، كان مش بس بي، كان صديق لي، كان كل شيء، وثابت انا بالضيعة عنا ما كان في حدا، يعني ما كان في اولاد العب معهم، انا كنت عايش معه، كان هو كل شيء بحياتي. لقيت انا خلقت بعائله يعني اول ما بوع الحياة كنت 4-5 سنين هيك نكون بالملجأ، الماما تركعنا لنصلي المسبحة الوردية، كان عندي هالعلاقة الحلوة كتير انا والعذراء، فجأة صرت حب اشخاص نكون بالملجأ. صدقني تاني نهار نسمع انه هيدا الولد اللي كنا عم نلعب معه مات، ياما نقعد ايام لحتى نقدر نأمن خبز، ياما ننطر الدنيا لتشتي لنعبي ماي. يعني كان الملجأ ويلات الحرب، ويلات الحرب، يعني اذا ما كانوا فتحوا الملجأ وحطوا لنا مواد غذائية ما كنا ناكل. فعلا انا عشتها، روح يومين على المدرسة سنة ما روح. اذا فقدان هالناس اللي كنت تحبهم بلش يأثر عليك الى ان وفاة بيك هي كان ضرب القاضية. هون بلشت تكره الحياة، شو كان دور امك هون؟ هون بهالفترة انا كنت عايش مع بي، رجعت نزلت، يعني كان لي فترة عايش مع بي. نعم. رجعت نزلت على بيروت لقيت انه في مصايب، في يعني في وجع بالعائلة عنا، يعني انا ما كنت حاسسهم لما كنت عايش مع بيروت. في حمل البيت، في حمل البيت، في 5 اولاد 6 اولاد، ام ما بتشتغل. بلشت تفكر كيف بدك تواجه، كيف بدنا نواجه الحياة. انت الكبير. انا الوسطاني. وسطاني بس انه في مسؤوليات عم تشعر، مسؤوليات كبيرة فيها. وكلهم بالمدارس كانوا. طيب شو صار حتى بلشت تتعاطى المخدرات بعمر 13 سنة؟ 13 سنة بس نزلت على بيروت، شفت هالواقع وشفت انه الله اللي انا بحبك، العذراء نحن اللي منحبك وكلنا منصلي لك، سمحت لهالشي. نحن يعني اوضاع اجتماعية صعبة كانت عن جد، مرقنا بفترة صعبة جدا، بس توفى الوالد. اوكي خلص قلت ما ايش بدي اعيش، ما ايش بدي، كل شيء بيوصلني للموت بدي اعمله. كنت عارف انه المخدرات بتوصلك على الموت، قررت انك تنهي حياتك بالمخدرات؟ والله صدقني قبل كان معي فرد قلم، نعم، حطيته براسي هيك بدي اكبسه، بدي موت كانت.
طيب ما بعرف ما ليش يعني نقلت من الموت الانتحار الى المخدرات. ما قصدت المخدرات قصد. كيف صار معك؟ تعرفت عليها كيف؟ نزلت على الشارع انه هيدا الشيء بيبسط وبيعطي ريحة وانا بدي ارتاح بدي انبسط بدي عيش بحياة شوي اقدر اتقبل الواقع اللي انا عايشه. اوكي بدي انسى. بلشت حشيشة. بلشت بالحشيشة. مع مين؟ بالحشيشة. مين امن لك الحشيشة؟ اشخاص زعران الحي اصحاب بالحي. اوكي انا كنت بعدني جاي جديد على الحي ما بعرف الحي. اوكي عايش بالضيعة عايش بالجبل مع بيي. صحيح نزلت ما بعرف شيء بس انه خلص بدي اعمل شيء لارتاح لاقدر افرض وجودي. صرت تشتغل وتتعلم؟ مزبوط بنفس الوقت. شو اشتغلت؟ اشتغلت انا بصلح فوتوكوبيوز. عظيم. وكنت تتعلم بنفس الوقت؟ عم بعمل الكترونيك. وبنفس الوقت بلشت تتعاطى؟ مزبوط. عظيم. امتى يعني وين كنت تجيب المصاري لهالمخدرات من شغلك؟ انا كنت اشتغل يدفعوا لي المدرسه ويعطوني الخارجيه تبعيتي. من الخارجيه شو تروح طفل 13 سنه الخارجيه تبعه على المخدرات. مزبوط. بس مارسيل اول فتره ما يعني ليل اللي بيشتروها للمخدرات لان الحشيش منا غاليه رخيصه ما عندي فكره. وبيصيروا يتضيفوا من بعضهم يعني منا يعني ما بدها عن جد فعلا ما بدها هالمصاري. المخدرات ما في لزوم انه اذا واحد معه مصاري لازم. هل تجرت بالمخدرات؟ ابدا ما تجرت. تتعاطى بس. امتى امك عرفت فيك؟ بعد 4 سنين بس انتقلت بطلت على الحشيش صرت على مواد تانية اللي هي مثل الحبوب ودواء سعلة. دواء سعلة؟ ايه. ممكن تجيبها؟ من الصيدلية. بشو كنت تخلطها؟ ماشي اشربها كرعة واحدة. قنينة دواء سعلة اشربها كرعة واحدة. كذا قنينة؟ كذا قنينة هذا اللي كان برد العصر. بس هيدي فيها كودين هلا اكيد بعد في منهم. ايه ببعض مناطق قلنا بير مجدي امبارح بس ما بدنا نقول عشان ما يتهمونا بالعنصرية. ايه. ايه. طيب شو كان تعطيك هذه الكودين دواء السعلي والنوع الثاني المخدرات؟ انا كنت شخص ما حابب اعيش. هالمادة اعطتني شيء نستني كل هالاوجاع اللي انا عايشها. نسيت باخذ الحرية منها. صرت انبسط، صرت انسان جريء، صرت انسان قبضاي، صرت اقدر واجه الحياة اتقبل الاوجاع اللي انا عايشها. ايه هي اول طريق. هيدا اول طريق انبسطت فيها لقيتها هيدا ريحتي انه اوكي انا رح ضلني اشتغل واتعلم بس هيدي الشغلة ما حدا يقرب لي عليها. انا بيني وبين حالي هالقناعة وصلت لها. طيب اهلك اذا امك عرفت امتى؟ بعد 4 سنين لان انتقلت لان الحشيش ما كنت. اوكي عرفت شو عملت؟ قاموا لقيامي بالبيت اجتمعوا كل اخواتي. حست بكرايزك؟ حست بشو؟ مش كرايز. مرة اجيت بالليل عم ببكي ما كنت يعني جاي بالليل مزعوج وعم ببكي. ما هو الواحد بس يصير يتعاطى كتير الحبوب بتخليه هلوس. اجيت عم ببكي وعرفوا شو بك يا ماما والتفوا كل اخواتي حدي نحنا بدنا نساعدك بدنا نوقف حدك. اعترفت لهم بكل شيء انه انا بتعاطى وقديش اللي بتعاطى. خبرتهم كل الخبريات. إيه. وصلوني على المستشفى. عظيم. عدت 15 يوم بالمستشفى وطلعت ورجعت ضليتني شي جمعة بلا مخدرات ورجعت تعطيت. إيه؟ طلعت من المستشفى رجعت لقيت الواقع اللي هو ذاته. صرت تفوت وتظهر. صرت تفوت واطلع على المستشفى ومرة اخر شي وصلت على مركز تأهيل عملت بروجرام كامل. كان في دواء بهذا المركز. في دواء كان رجعت شطط. كمان على الدواء. إيه؟ يعني شطط بس عظيم. بكل هالفترة صدقني أهلي الشيء الرسالة اللي بدي أقوله أنه ما تركوني يعني أنا معذبهم كتير يعني عم بحكيك بكتير اختصار ما عم بحكي كل الأشياء عذبتهم كتير يعني فوتهم بكتير أشياء يعني مثل شو؟ كتير أشياء منا حلوة يعني متعبهم لأهلي كتير يعني أهله أعطوني ما استسلموا هي الحلو المضمن بده حلق شيء يتعلق فيه شيء صغير كان عم بيشوف هالشي بأهلي. خبرني شوي عن توني لما صار عندك بالمركز. توني بس وصل على المركز جيت عم خبره القوانين قال لي خبر كل شيء لأمي قال لي بس أنا إنسان ميت. قلت له إذا أنت بتأمن هلأ بتكون هلأ يسوع بدي قيمك بين الأموات بس عليك تأمن. قال لك أو أنا إنسان ميت. أنا إنسان ميت خبر كل شيء لأمي غمرته وحضنته وبعد 4 أيام عيط صرخ قال لي شو بدي بهوني ام جاي عم راهب انا ارجع اروح عند البنات وعم تعاطى بس شو جاي اعمل هوني هلا البنات طبو صارت يعني لا يعني اللي كان يعمل اللي كان يعمله قلت له ما تسبب لي بكحت من شغلي انا هون موظف روح احكي مع معلمي
بس معلمي مش هيزعل عليك، معلمي رح يحكيك مثل الانجيل، افتح الانجيل من بعد ما تحكي، يعني ضرب بغراضه وخلص. مين معلمه؟ معلمك يعني؟ يسوع المسيح. مين معلم؟ دليت عرفوا مين المعلم تبعك؟ عرف انه بالكنيسه، دليت على الكنيسه. انا قلت له بدي اقول له بدي فوت واطلع، انا قلت بيني وبين حالي رح فوت واطلع، يعني خلص انه يلا مشي الحال، بدي فل، قال لي افتح الانجيل، فتحت الانجيل صدقني طلع لي عودة ابن الضال. كنت بدي اسمي الحلقه عودة ابن الضال اصلا. ايه انت بكي كل الحلقه بكي انت. لا بتعرف عم بتطلع فيه انت كمان دمع. ايه يعني عم اقول لك الروح القدس مسيطر اليوم على حالك. بس مرسال صدقني. لا هو الواحد انت ليك شغله. نعم. انا بصرت لما صرت رح ارجع. ايه عم بقول لي المخرج انه كيف حتى وصلت مزبوط. على المركز. انا لي 9 سنين متعافي، بس انا بس بدي اقول لك شغله، انه اهلي كانوا مثل هالاربع اشخاص اللي نزلوا المخلع قدام يسوع. هالاربع اشخاص لو ما كان عندهم هالفكره الذكيه يوصلوا هالمخلع لا يسوع ما كان شفاه يسوع. هون انت بليله من الليالي بمستشفى الروم ولدتك سهراني معك انت عم تتعش كيف شو صار معك؟ بس انا كنت من الاشخاص الميؤوسين، يعني هيدا شخص مستحيل يوقف مخدرات، مش بس باعترافي انا بيني وبين حالي كنت اقول هالشيء، والغير يعني الاشخاص اللي حوالي انه طوني خطار ما بده يوقف، يعني منه انه يوم ويومين عم يتعاطى مخدرات. وبالحي بينزلوا لك باحتقار، يعني كل شخص بده يطلع كان معي خلص انتزع ابنك، انتزع ابنك، انضرب ابنك، حتى نهار بدك تتزوج. نهار بدك تتزوج مثل ما عرفت؟ لا قبل هيدا كنا بعدنا اول المدمن عندنا بعد 5 أشهر لازم ينزل على بيته، بيعملوا له مغلي، بيعملوا عشاء، بيعملوا حفل كبير انه ولد من جديد. نزلنا على الحي ونزل انا وياه، بنزل معه دائما كنت كالاول مدمن. وصلنا على اول حي سمعت اجى الازعر دبوا ولادكم، اجى الازعر خب، يعني مثل كانه في شيء كبير. هو يمكن سمع بس ما بده يقول لي شيء يجرحني ولا انا بدي اجرحه. لقينا سكتين مثل كيف وقت يسوع ضيعته مريم ويوسف. فتنا على البيت عشينا وفلينا، نحن رجعين على الطريق قلت له بوعدك نهار بدك تتجوز بدي احملك على كتافك على كتافي من اول بيتك لرأس طلعه، اولادي بيكون في دونير وقرص دونير، وبدي ارقص بعرسك. كنت اول مره برقص لكاهن، وكل العالم بيقولوا لي انه بالعرس ليه عم ترقص؟ قلت له لانه ابني كان ميت وعاش. كان شيء ما صار شيء عن جد ما بقدر احكي. بس قلت لي ثاني مره نزلتوا على الحي بس الباقيين 9 كهنه. ايه؟ 9 لبستهم بدلات بعيد الديسي بربارة ان لحتى بس نتجاهل بقى. بس ماسك بس كون ماسك بعيد الديسي بربارة. ايه نعم عيد الديسي بربارة انه من بس ماسك حلو بس مش مثل ماسكات اليوم بسوا تنكر بن لادن وما بعرف شو. مش ما يجرحوا بس مش ما رفقته يسمعوا هالكلمه عنه. بس النهار اللي قرر بده يتزوج اجى خبر من لا شخص بيقرب زوجته وقال له انه شو بدكم عم تزوجوا هالصبي يعني هالبنت لزالة من مدن شخص. بس ما عرفش انه هالبنت زوجته يلي وريهم عم بقول وريهم هن كلهم سوا المتزوج قديسات زوجاتهم قديسات ام ولا جورج بطلة والباقيين نساء قديسات وبطلات اصلا صدقني لانه ما كانوا عارفين انه زوجته هي معلمة السولفاج تبعنا يعني كانوا عم بيعملوا انه يحكوا يحطوا عصبة دوليب العالم بتحكي الان شفت تعرفوا للشخص ما بتعرفوا بس بحلك تحكم عليه كيف. فنحن يسوع كثير واضح لا تدينوا كريتو دانو عظيم بمستشفى الروم وصلت اخر فتره خلص ميؤوس مني مجرب كل الطرق تقدر وقف مخدرات جربوا يقنعوني اجى خيي من امريكا ليقنعني فوت على المستشفى قلت لهم خلص انا زهقت ما زهقتوا مني بعد في شيء محل ما اخذتوني عليه تركوني بحالي يعني انا هون وصلت لقمه اليأس قمت تنعت وفت على المستشفى انا قلت خليني اريح جسديا لان المخدرات بتصير تعمل كرايز جسديه فت على المستشفى ومني مع الفكره انه اطلع على حيلا محل تعرفنا على بير مجدي كيف بآخر... تعرفت على بير مجدي مش انا تعرفت قلت عليه. انه اخذت القرار ليله سمعت امك بالمستشفى قلت لك قبل كانوا متعرفين على بير مجدي ما هن قال بفوتوني على المستشفى ومن بعد المستشفى بيطلعوني على مركز تاهيل اللي هو عند بير مجدي انا مني قبلان الفكره من الاساس وما عم فكر فيهم يعني انه يعملوا اللي بدهم اياه ما عندي مشكله لان انا بدي اكون انا عارف نعم. انا يأسان من حالي كم سنه توني كان صار لك بالطبع 14 سنه مخدرات هلا بدي اقول شيء انه جورج بجاني وجورج سماحه ما بيعرفوا البرمجي اول مره بيتعرفوا عليه هون لا انا يعني. بعرفه تعرفوا من بعيد أنا بس كذا مره الشباب ما بعرفوا لك شوف الحقيقه وين بين اذا عم تقول المصداقيه نفس كل واحد عايش نفس الشيء صحيح تفضل ليلة من الليالي بهالمستشفى أنا صارت صحتي منيحة يعني أنه صارت بقدر قوم ما بكتروا لي كتير دواء بوعى بلاقي أمي قاعدة على الكرسي وأنا على الفرشة ومحقوص ومني قادر أقعد قلت لها يا ماما قومي ارتاحي شوية عني قالت لي خلص ماما أنه ما
قلت لها يا ماما صرت فكر انه حرام منا مرتاح انه الواحد بيقعد على الكرسي ما بيرتاح. قالت لي يا ماما صدقني ما قضيت على هالليلة إلي سنين مع بنام. حلو. وفعلا صدقني هالكلمة هالصحوة بسميها انا. تاني نهار كنت بدي اطلع من المستشفى واطلع اخد موعد من بير مجدي. انا قلت لح اطلع انه ما حاطلع لعنده. وصلت لعند بير مجدي قال لي بقى. مع انه كان لازم ضلني ثلاث مرات شوفه للابونا. طلعت لفوق لقيته صامد الاربان المقدس. صامد الاربان المقدس بالكنيسة ركعت وصرت ابكي. لقطني وغمرني ابونا مجدي. شو صار معك جورج؟ ليش عم تبكي؟ كثير متأثر، مبسوط. أول مرة بشارك بحلقة من كل قلبي بندفع من جوا، مع أنه عطيت شهادة حياتي مرتين على التلمير كنت لوحدي، كنت كثير متردد وخايف، بس كثير حاسس عن جد بحضور الروح القدس بطريقة مش طبيعية، قد مني مبسوط من جوا والعين، بدي أطلع من هون، بدي طب بوص الأرض مليون مرة وقال له يا رب بدي أشكرك لأنه وصلنا هالرسالة، لأنه العالم اليوم بحاجة لهالرسالة، العالم اليوم بحاجة يفهم يعرف أنه يسوع منه غايب، يسوع بعده حاضر من 2000 سنة لليوم، يسوع بعده عم يتدخل بكل إنسان، ويسوع إجا كرمالكم كرمال أي شخص جاي تقلك أنه أنا بحبك وأنا جيت كرمالك، ما تخاف أنا مستعد شيلك وإرجع أعملك إنسان أبضاي وقوي ورافع راسك لفوق. أدوار تحضر مسال لك جولييت سلامي. شو عملتوا فيها اليوم؟ جولييت عم يخدوكي على الكاميرا. بدي أقول للأهل ما تستسلموا. كنت سمعت كثير امات بيقولوا يا ريت ابني عنده اعاقه في له دواء، يا ريت عنده مرض مزمن عنده دواء، عنده طبيب بيع كل شيء وبياخده على امريكا بعالجه، بس يا ريت ما يكونش مدمن. شو دواء تبع المدمن؟ بقول لهم في دواء اهم من كل اطباء العالم، في طبيب بيقدر يشفيكم اولادكم. حلو. ما تتركوهم لاولادكم. تخيل لبنان هالنقطه على الخريطه، ما عم نحكي سياسه، مع انه بتتخيل هالنقطه على الخريطه بعد واقف الدول كلها عليه، لو ما في قديسين مثل اصفهان نعمه وابونا انطون وابونا يعقوب كلها قديسين وامات بعدها بتصلي، نحن لبنان. بعد بريك بدي اسمع طبعا تشهدتكم كلكم. بختام بدي اسمع طبعا لتوني يعني التحول، بس بدي اسمع شهادة جورج سعدي بعد البريك الاعلاني. أصل إلى المحور الأخير. طبعاً هذا المحور هو محور تقييمي، وما عم بقدر فعلاً يعني ما عم بقدر قيم الدموع اللي عم تنهال من الموجودين بالاستوديو، كما ضيوفنا جورج توني وجورج سماحة بير مجدي. يعني هالشعور العظيم اللي داخله. طبعاً رح يكون لنا لقاءات أخرى مع بير مجدي حول الشغل اللي عم يعمله، هو شغل جبار وعظيم وبحاجة لمؤازرة الجميع. جورج ليش عم بقلك جورج سعادة؟ قدنا تواصلتوا مع بعض. ثلاث جورجات وناقصكم جورجات وخلطنا. كنت عم تقلي شيء قبل البريك. كنت عم بقوله أنه أم توني الكلمة اللي قلت له إياها، أنه صار لي سنين مش نايمة، كل أماتنا نحن مش نايمين بإدماننا. يعني أنا أخوات الشباب اللي بالقرية لما واحد منهم بده يفل بذكره أنه مبارح أمك نامت على التكية مرتاحة، أنت اليوم إذا رحت على البيت أمك ما أنا رح تنام كل الليل، هو بكون بده يفل لأنه مشتاق له، بس أنا بذكره أنه أمك هلأ نامت مرتاحة، تركها تنام. بدي أقول أنه جورج جاي من مكان آخر. جورج جاي من عالم الإجرام، عالم الخروج على القانون في أمريكا، ونكر له بيو، تنكروا له عائلته، إلى أنه رجع فرح في بيو بعد 13 سنة لما شاف صار عنده عائلة، ولما شاف كيف شفي جورج، ولما شاف جورج كيف اختبر الحياة. ومؤخرا بيو اجى على لبنان وكتب له بيته وعائلته ورزقه باسمه. وهيدا احلى شيء يا جورج. نعم. انت هالشغل العظيم اللي عم تعمله مع بير مجدي. مشكور الله. وهون بدي يعني جورج من مواليد 1980 عم شيد جبيل، درس بلبنان، سافر على امريكا، كان عمرك 15 سنه. لا كان عمري 12 سنه. ليش سافرت على امريكا؟ سافرت على امريكا من وراء اوضاع لبنان. نعم. انه بيي ما قدر يكمل شغله هون بلبنان، كمل شغله بامريكا واخذنا لهونيك. اوكي.
شو تعلمت؟ شو اختبرت بأمريكا؟ كان لي عندك صعوبة بأنك تندمج مع المجتمع الأمريكي؟ بدك ترجع ندفع على الطفولة ولا بكمل على السؤال؟ اتفضل بالطفولة. أوكي أنا بس تلمح شغلة على الطفولة، أنه أنا أمي كانت تعلمنا الصلاة كتير، بس نعم. أنا ما كنتش أحفظ صلاة، أنا كنت متعلق ببيي بشكل مش طبيعي، بيي كنت شايفه هو ومني شايف حدا غيره بالعائلة. مشان هيك أنا لما طوني بقول أنه فقد بيو عمر 12 سنة، أنا بدي يعني شيء كتير بشع. المهم لما وصلت على أمريكا، وصلت على أمريكا أنا لبناني، مشط شعريتي هيك على جنب، جينز إيه جينز قد الجسم، تعرف الماما كانت تلبسنا. نعم. وبالنسبة للأمريكان أنا إرهابي وشوفير جمل. نعم. كانوا يضربوني الصبح وبعد الظهر. يضربوك؟ أكل قتلي الصبح وبعد الظهر، ممنوع أحكي مع ولا بنت أمريكانية. نعم. مع أنه تعجبني البنت، بس ممنوع تحكي معها، هلا قلنا بس. أوكي. عشت مشاعر كتير بشعة. كتير بشعة، ما تأقلمت ولا خبر لا بي ولا أمي. مرة أختي مرتين قالت لي ليش درسك هون مكسور، ليش عم تنزل دم؟ قلت لها فت بالشجرة. ما كان بدي أقول لهم أنه ليكو أنا ضعيف، لك شو عم بيصير معي. ضربوك؟ مين؟ ضربوك يعني أصحابك؟ إيه المجتمع، إيه المدرسة. نعم. إيه المدرسة. فانجبرت تفوت مع جماعة من لوني أنا تأقلم. عربي؟ تيحموني. لا مش عرب. ما في عرب، اسبانيول، سبانيش. سبانيش، نعم. انجبرت تفوت معهم لأنه بدي حدا يحميني. اوكي. وأنا أكيد لو قلت له البي كان حماني بي. اوكي. بس خدت قرار مش صالح. مش هناك بحب أنا خبر. قد كان عمرك وقت فت مع هذه المجموعة؟ شي 13. 13 سنة. فت مع مجموعة اسبانية. تتبلشوا تعملوا شو؟ هلا أنا خبرك، بس بحب أقول للشباب اللي عمرهم 13 خبر بيك كل شيء. لأنه إذا ما بتخبر بيك كل شيء رح تضيع. اوكي انا هاي بس بحب وصله. فت مع الشباب وصرت البس مثلهم ابوعه بالقلب وباقي جينز والقميص الكبيره، البس جينز باي. البس جينز باي التاتو، بتعرف انت الكول، بدي يكون كول مثلهم، بدي اعمل اللي هن بيعملوه، بتقدر اعيش معهم، ما في ما اعمل مثلهم، السكين، السرقه والماريوانا والحشيش. يعني انا اول مره فت على حبس كان عمري 13. فت جمعتين بأمريكا. جمعتين بس، هيك كان بي مفوتني اياها اصلا، اوكي، تتعلم تيخوفني. رجعت فتت على 14. ما في شيء بيجي من الغرب بسر القلب. رجعت على 14 كمان فتت على الحبس. من ورا عم بحكيك احداث، مش رح اقول لك شو هن الاحداث. فهمت، انا بحترم خصوصية. أوكي. موضوع معين له علاقه ببعض الاعمال خارج عن القانون اللي اشتغلها جورج بأمريكا، ما بدي فوت فيها. تفضل. اوكي بس على 14 كمان فت على الحبس بخصوص حدث معين. بي شيلني من الحبس، حطني ببروجرام تأهيلي اللي هو بروجرام تين تشالنج، فت عليه، طلعت منه متعلم قصص بس استعملتها للشر. يعني ما كنتش اخذ شيء منيح واستعمله للخير. اوكي. رجعت فت على بروجرام تاني على عمر 15، رجعت عمر 16، كل سنه ما ضاين سنه. وما كنت تروح على المدرسه بهالوقت؟ ما في خلص اي مدرسه. يعني كنت بلش هالقد عم تتعاطى؟ صرت عم هالقد ايه بريت البيت. يعني انا من عمر 13 بريت بيتي، بي عم بينبش علي وامي عم تنبش علي من عمر 13. يلاقوني بتليفون من البوليس انه ابنكم حبس، تعالوا امضوا عنه. اوكي. يجي بي يطلعني كذا مره من الحبس. المهم عمر 18 خليني انحبس، عمر 18 خليني انحبس وبطل بده يساعدني، مع انه بعرف هو من جوا كان بده يساعدني، بس خلص شيل ايده خليه يتعلم. قعد بالحبس لعمر 24. اوف. 6 سنين تجارة المخدرات. ايه تجارة مخدرات. ايه بامريكا. وسافروني لهون على لبنان مكلبش بالطيارة. الاف بي اي جايبك؟ ايه الاي ان اس. نعم. جابوني انتربول، جابوني لهون على لبنان. هون بلبنان ما كان في حدا، ما حدا اجى طلعني من حباش إيه لانه هيدا بيقربني مثلا ولا جيبوك على حباش، سلموك على إيه. حباش، مع انك قاضي فتره حكم بامريكا. ايه بس هون بدهم يعذبوني، وما بعرف ليش ما عرفتش ليش، بعد اليوم ما بعرفش ليش. قد ايه بقيت بحباش؟ شي جمعتين. اجى بيي من امريكا، كان ما بيحكي معي، كان شعري طويل، سكسوكي طويله هيك، اجى حلق لي شعري وشل السكسوكي، قال لي انت صرت بلبنان، وعطاني 3000 دولار وفل. وين قعدك هون؟ انا هون ببيتي، قعدت ببيتي، و
وصرت اشتغل، دبرت شغل، مفكر حالي زلمة طبيعي يعني، خلص الماضي قطع، وانا والرب تصلحنا انه خلص انه انا أوكي. بامريكا عفوا قبل ما تجربة سجن بامريكا علمتك شيء او ما علمتك؟ نحن العصابة ماشي بالسجن، نحن اقوى بالسجن من برا يعني، الامور اللي بتصير بالسجن بامريكا يعني نفس الشيء بالرومي. بدك لا مش الرومي، رومي غير اسوء. لا رومي يعني اشوفهم بالافلام رومي. يعني رومي اجوى مش اسوء. بامريكا ما فيكش تنام، ما فيكش تحط راسك على التكيه بعد الساعه 5:30 الصبح، خلص في حرب 24 ساعه بقلب الحبس. حرب شو؟ حرب بين عصابات، ما الحبس فيه كذا عصابه. اوكي المهم جيت لهون على لبنان مفكر حالي زلمه طبيعي. اول نهار جيت على لبنان تعرفت على مرتي مريم، اول نهار. اوكي وين تعرفت؟ الرب حطها بحياتي. وشو عم بات عمتي؟ ايه يسوع حط لي مريم بحياتي وبعد اليوم بحياتي، لانه هي ملكة حياتي. اف اوكي هي اللي خلصت. بدنا نزقف له يعني على الكلام يعني. برافو يعني حلو كثير. انا بس بدي اقول كلمه، انا مسبحت امي، صلوات امي ومحبه مرتي لإلي وابني رفيق، محبتي لابني رفيق وصلتني عند ابونا مجدي. هلا واصل على رفيق، لانه رفيق قصه بحياتك. ايه اكبر قصه. اوكي مريم تعرفت عليها ببيت عمتك؟ ايه مريم تعرفت عليها ببيت عمتي. وعجبت فيك بشو؟ اول ما شفتها بس لهون بصنديحتها قلت لها انا عن جد حابب اتعرف عليك. تعذبت يعني لفتره، واهلها ما كانوا قابليني لانه صيتي جاي معي. طبعا اوكي معروف انه جاي من الحبس والامور، بس ضليت مصر وضليت مصر. تعمي اخر شيء صار يحبني اكثر من مرتي بتحبني. اوكي ونشكر الله على بيت عمي كمان. طيب بهالوقت جيت من امريكا قررت بدك تتجوز صح؟ بلش بدك تشتغل، شو اشتغلت؟ لا قبل ما قررت قررت بدي اشتغلت اول شيء بإديسنس. ايه مسؤول كنت تحت بإديسنس، وبنفس الوقت صرت جيب سيارات من امريكا. اوكي جبت سيارات من امريكا، وقفت إديسنس، بلشت تاجر بالسيارات، فتحت مطعم لمريم، وكان الوضع شيء كتير حلو، ذهب كل شهر ذهب واحلى سيارات، وفكر حالي عادي انا طبيعي يعني، عرفت؟ مش عارف حالي انه انا عم بشرب كل ليله، عم بشرب من الصبح للعشيه كحول تطفي ضميري، بعد ماني مستوعب هذا الشيء انا. وصلت لفتره انه لا سامع حاله، سوري، لان ما سامع حاله مش ما ايه، بس انا ما كنتش عارف هذا الشيء. ايه بس ترجع الضمير اهم شيء، المسامحه، تسامح حالك وتعتذر من حالك من الله، وتعتذر من عائلتك محيطك، بعدين اكيد وصلت له ترجعت وصلت. انا بالنسبه لي دفعت له لله 6 سنين من حياتي بالحبس. انا هيك كانت بالنسبه لي، دفعت لك خلص كل اعمالي هي الغلط اللي عملها انا وياك تصلحنا، بس هي مش هيك، بس تعذبت. عرفت كيف اوكي بلشت كحول؟ مش كحول، بلشت ايه كحول بس باي طريقه يعني، من الصبح لبالليل يعني، اوعى دغري عم بشرب. ومريم بهالوقت تزوجت؟ مريم بهالوقت كنت بعد ما تجوزت. اوكي تعطيت انا جمعه قبل ما تجوزت مريم. تعطيت مخدرات؟ تعطيت مخدرات ونسوان وقمار. قبل باسبوع من زواجي صار معي قرحه من ورا الكحول. لما صار معي قرحة رحت تنبش عن مادة الماريوانا اللي كنت أتعطيها بأمريكا، لأنه لبنان مادة الهيروين اللي هي السم أرخص بكتير من مادة الحشيش. أوكي وأوفر، تلقيت فيها خطة دغري يلي هي أنا كنت هبيعها بأمريكا. إيه؟ علقت أنا فيها. من وين مثل ما صار مع صديقي جورج، من وين كان يبيع نسوان وهالقصص، رجع فات هو فيها، أنا هيك صار معي. من وين أخذتها بلبنان؟ خطة من البقية. أوكي أوكي تعطيتها بطريقة كتير شرسة. شو يعني شرسي؟ شرسي يعني عم بتعاطى تنطفي، عم بتعاطى تنسى، ابقى شو بدي يعني. طيب هي هودي بعد ما تزوجت؟ ايه يعني اذا اليوم خدت جرام بكره بدي جرام ونص، جرامين، اربع، عرفت قصدي؟ تراكم. وصلت لمرحله انه هالماده بطلت عم تعمل لي شيء، مع انه قويه كثير. شلت اخذ هالماده واخذ فري بيس. فري بيس اللي كان عم بيقول عنه جورج. الفري بيس هذا التورنيدو اللي قلت لك عنه، هذا اللي اخذني. لوين اخذك؟ اخذني بعت فرش بيتي، بعت كل سياره، بعت كل السيارات اللي كانوا عندي، بعت المطعم، بعت ذهبيات مرتي، بعت فرش بيتي. يعني انا لما طلعت من رومي رحت على البيت لقيت بلاط، كان عندي جاكوزي بالبيت، كنت مزبط بيتي سندين، عرفت يعني، كنت حاط مصاري على البيت. راح كل شيء.
ليش طلعت على رومي؟ راح كل شيء مادي. ليش رحت على رومي؟ مين اخذك على رومي؟ قبل 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 ما بعت فرش بيتي، قبل ما بعت فرش بيتي قامت مريم، كان بعد ما انا نتفت مصاري، قامت مريم، مريم حبلي كانت برفيق، قامت مريم دقت للمونسنيور اللي جوزني ودق لابونا مجدي. اجى ابونا مجدي قال لي اطلع هلا، قال لي انا بنزلك تنزل معي بالسياره على بيتك بنحمل اغراضك وهلا بتطلع معي. بس انا لما شفت ابونا، انا لما شفت ابونا بالنسبه لي انا ابونا يعني بدك تروح عند المسيح، اوكي؟ وما بدك. انا بديش اروح. بس هالشيء لانه جورج متعلق ببيه، وبيه بالنسبه له سوبرمان، وساعه الاهل بيقولوا شيء عن رجال الدين الاولاد بيتايدوا ديركت فيهم. اكزاكتلي. وهي التربيه يعني هالشيء. كي راي بيه فيكم سيء؟ انه ما كان مش بيه، جدي، جدي الله يرحمه، جدي في شيء عوامل، في مشكله بينه وبين خوري. تكبر 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 يعني تكبر. فكر من هيك. هي واحد. اثنين، جورج الحب تبعه يعني حب زوجته له خلته عن جد وصلاته انه يرجع يوعته. جورج ساعت اجى حكيت معه قدام المونسنيير قلت له مونسنيير مرهج؟ مونسنيير نصر الله بأبرشية جبيل عند سيدنا كان بشرارع كان مطران كاردينال. جيت قلت له انت عم تكذب على مين؟ انت عم تكذب على حالك وانت عم تغش زوجتك، اذا انت برحت اليوم رح تبيع كل شيء ومش رح توعى رفيق، لان هل بدك انت تحمل ابنك وبدك مخدرات تترك ابنك على قدره رح تجيب مخدرات؟ 100%. قلت له وعاه شو عم تعمل؟ قلت له قدام مرته. ما رد عليك؟ ما رد، خلص حط براسه. ساعتها ليش طلعت على رومي؟ لانك ما رديت؟ لا مش هون طلعت على رومي، هون بعد فرش بيتي وكل شيء. اوكي. ونلقطت انكمشت من قبل الدوله، هون صارت مرتي عند اهلها. بطل في كهرباء بالبيت، بطل في اشتراك. مرتي ورفيق عمي يشتري حليباته الرفيق لك لأي درجة. مرتي تطلع عرومي معها 5000 ليرة حاملة كيس أكل، أوكي؟ هود المشاعر اللي عشتهم بقلب رومي ما كنت قادر أحملهم، صرت طفيهم بقلب رومي كمان؟ كان يجيك جوا هيروين وكوكايين وخبار؟ مش 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 هالخبار، حبوب يعني، أوكي؟ صرت طفيهم بقلب رومي، أنا مش قادر أحملهم. أوكي، طلعت؟ طلعت مش عارف حالي لوين طالع. أستاذ مارسيل فكر حالي أنه طالع عدني وطلع عيش. بطلع هيك، بطلع هيك بحالي بشوف بيتي، بشوف بيتي هذا البيت اللي كان حلو ما بقش فيه الا بلاط الومنيوم فاكك، اوكي؟ بشوف مرتي عم بيت اهلها وابني عم بيت عمها، عم بيت عمي، وعمي عم بشيل علبه الدخان كل يوم، وعمي هو عم بجيب حليبات ابني. انا بشكره، عرفت؟ بس هودي مشاعر كنت عايشهم انا كثير بشعين. كنت انطرهم تيناموا استاذ مارسيل، انطرهم تيناموا انا اوعى. لما هن يوعوا انا نام، نام على الارض لانه ما لي عين نام على التخت. صرت اشرب عرق سك، بتعرف شو يعني عرق سك؟ اشرب عرق سك لانه ما بديش احس بهذا الذنب اللي حامله تجاه رفيق. وكيف تحملوك بهالبيت بيت عمك؟ ايه؟ كيف تحملوك؟ قدرة الله. شو قدرة الله؟ يعني ما كانوا يقولوا شو هالعيلة اللي اجتنا، شو هالمصيبة، شو نشكر الله، نشكر الله. اجاك شربل، كيف اجا شربل؟ امتى اجا شربل؟ امتى كيف بعد رفيق؟ بعد رفيق شو صار؟ شربل اجا بعد تأهيلي. بعد تأهيلي؟ بعد تأهيلي. بدك تعرف كيف وصلت على التأهيل؟ كيف صرت على التأهيل؟ انا الحدث اللي صار بحياتي اللي قلبني هو هو ابني رفيق، اوكي؟ كنت انا واختي ومرتها طالعين بالسيارة وطلع عباله فروج دجاج، شاف فروج دجاج بدي كان، قال لي بابا اي ونت تشيكن. انا هون ما قدرت اجيب له الدجاج لانه ما معي ولا ليره، طفران طفران ما معي ولا ليره. وصلت لمرحله انه هربت من البيت ورحت جبت له فروج دجاج من بعد ما شحدت 18000 ليره من تكاكين حوالي البيت. جبت له اياه ورحت دقيت لابونا، رحت دقيت له وقال لي اطلع. طلعت على قريه الانسان اخذ قرار انا قبل ما طلعت لفوق انه انا بدي طيع للي بيقول لي اياه لابونا. لو شو ما قال لي وبعدني لليوم، بعدنا اليوم شو ما بيقول لي انا انا بعمل. اوف. لانه للنهار هيك. هل شو طلب منك اولا؟ شو طلب مني؟ اتواضع وحب. متعرف على الله. اتواضع، حب واخدم. وخدوم من كل قلبك وخدوم ليسوع المسيح. من هيك هلا بتاخذ كل المعوقين اللي ما عندهم حدا يضيهرهم ويعمل مشاوير، طلعون برا بتكسدروهم. نشكر الله. مسمينه تاكسي المعوقين، وهيدي من احدى الجمعيات اللي بيفتخر الاب مجدي انه اشتغل فيها، وانا بهنيك على هالشغل يا جورج. ميرسي يا حبيبي، ميرسي. جورج، عملت هالاختبار الكبير مع الجمعيه وقررت تكب في حياتك، شربل كان نتيجه هالعلاج؟ ايه. شربل، شربل صار عمره هلا سنه وشهر. شو هو شربل بالنسبه لك؟ شربل
خلق اول شيء كان عم بيموت. لابونا بحب مش اقول هالكلمه بس هالحقيقه، اوكي؟ شاربل كان عم بيموت، ووصلت لمرحله انه انا بعد ما نعرف انه ابني عم بيموت، اوكي، لانه بعدني شايفه منيح. هلا صار ما اختفى، وخيلي حكيمه جمعني انا والابونا بقلب مكتب هو الحكمه، وقالوا لنا انه ما تفكروا فيها، الصبي منه منيح، اوكي. شو كان بو؟ اخذني عند مار شاربل. خيلي قبل جمعتين انا هيك مقتنع بهذا الشيء يعني. اخذني الابونا عمار شاربل، اخذني عمار شاربل، وانا بينه وبين حالي عم فكر انه طب يا الله انه انا عم بخدمك وانا صرت جندي لك، بطل جندي على الشوارع، معقول عم تاخذ لي ابني مني؟ هون بين الشك عندي، بقول الحقيقه بين الشك عندي، والابونا عارف هذا الشيء واخذني. اخذني انا عم ببكي فوق، بس عم ببكي، ابديش صلي، بس مار شاربل عرف دموعي، مار شاربل عرف كل دمعه نزلت ايش بدي انا، اوكي. لما قبل ما فليت قلت له مار شاربل، قلت له انا لنهار شاربل بفوت على البيت انا بوقف السيجاره، انا كان بعد دخن مالبورو، وقفت صار لي سنه وشهر هلا بدخن شو سيجاره. مجدي خبرني بس شو عمل كيف مسك كان ماسك ايد ابنه شاربل بالكوفوز كل الوقت، شرح لي. قلت لي بدا منظر غريب، كان كل يوم الساعة 3 بعد نص ليل يشتغل، وإذا عنده تاكسي مجاني روح يعمله. الساعة 3 بعد نص ليل وين بلاقي جورج؟ كل يوم بمستشفى المعونات عم بمد إيده يفوتها على إيد ابنه بالكوفاز ليصلي معه مسبحة الرحمة الإلهية. أصابيه هللويا، أصابيه كل يوم كل يوم كل يوم. جورج تعلم شيء حلو، أخذ يعني أخذ المبادئ الأساسية. نحن كلنا بحاجة للطعم، وخاصة المدمن، لانه اذا الطعم ما اخده رح يرجع ينتكس. في طعم واحد هو حضور يسوع بحياتك، انك تاخذ يسوع معك من الصبح للعشيه وترجع انت وياه، ما تتركه بمطرح، مش تتركه بالقداس. انا حطيت لهم تخيط القديس، عم طلع باب القداس، انه الشاطر بخلص نفسه بس تطلع من القداس بلش قداسك، بس تطلع من الكنيسه بلش قداسك. ففي شيء مره عجبني، بعد 6 اشهر 7 اشهر ابنه عيط له بابا شربل، واجا مبسوط عم بيقول لي ابني عم بعيط لي بابا. قلت له طيب ما رفيق كان يعيط لك بابا؟ قال لي كنت مخدر. كنت مخدر ايه؟ رفيق شو بتعمل من استاذ مسيح شو بتعمل المخدرات؟ بي مش عم بيعرف ابنه، لا بيعرف عيد ميلاده ولا قيمت عميته ولا اول قربانته ولا حاسس بشيء. ايش شو بتعمل؟ شو بتعتقد بيك بينظر لك اليوم؟ بيي انا بهمني انه بيي شاف جورج اللي بده اياه، يعني هو يعني ليك رح ابكي انا، لانه بيي بالنسبه لي انا كثير بحبه، اوكي. مشان هيك انا بحب رفيق هالقد، لانه هالقد بيي حبني، اوكي. احكي معه. ايش بدي احكي معه؟ حققت لك حلمك. انه خلص وقفت على اجري، بطلت لازم تلحقني، خلص هلا الرب حملني. مش قليل يا جور. لمريم شو بتقلها؟ مريم حبيبة قلبي، بدي اعتذر منك، اوكي؟ لانه I'm not perfect، يعني ما فيش حدا perfect، اوكي. بعدك بتجن ايام عليها يعني؟ لا ولا مره بحياتي بقول لك كلمه مش على مريم. ليش عم تقول I'm not perfect؟ I'm not perfect، انه بيضل استاذ مارشال، انت بتعرف انه. ولا مجدي عليه وشو بتقول له؟ ابونا مجدي بحب مش اقول له، بشكر الله عليك على كل، بشكر الله لانه انت بتحبني، وبشكر الله لانك علمتني كل شيء انا هلا بعرفه، لانه انا لو مش منك، لو مش الله اشتغل فيك كرمالي ماشي صفر، كنت متت انا هلا. بشكر الله. جورج لرفيقه شربل شو بتقول؟ شو بيك مجدي انت عم تبكي كمان؟ رفيق ابني بحب مجدي. احنا قلنا بالحلقه بدنا نبكي الاماتنا فرح، نبكي الامات للرجع طلع ضرب فينا. لانه اجمل شغله السما بتفرح بخاطي واحد بس يتوب. كل السما، كل الابرار والصديقين، الام اللي ضيعت درهم تبعها نبش البيت بس لقيته عملت حفله، يسوع هيك بيعمل حفله بخاطي واحد بس يتوب، وسوقه انه في خلاص، سوقه انه بنقدر نولد من جديد مع يسوع في ولاده جديده. خلينا نحب الحياه ونشوف يسوع بهالحياه الدنيا قوي. نحن قادرين. شو بتقول لرفيق وسارة؟ رفيق انا شغله مش عارفهم، بس رفيق يو ار ماي بيج بوي اند اي لاف يو، اوكي. قديش صار عمره رفيق؟ رفيق رح يصيره 6. اسم الله عليه، الله يخلي لك اياهم يا رب. ميرسي يا حبيبي. توني، شو هو الله بحياتك اليوم؟ الله كل شيء بحياتي، هو محور حياتي، بستمد قيمتي منه. انت وياه
ما خفتوا تطلعوا على التلفزيون تعطوا شهادات؟ ما خفتوا انه الناس ينظروا لهذا المجتمع غريب؟ هلا هذا السؤال رح اساله للكل. ما خفتوا من هالشهاده؟ يعني بكره في ايداني لكم، يمكن رفعتوا شهادات حياه وغيرها، بس بكره في ايداني لكم. أرسل بعض التلفزيون. طالما شخص مدمن رح يقدر يستفيد من نظرته لإلنا انه عنده امل. انا مستعد اعمل كل شيء انه جور. انا اللي بدي اقوله المجتمع لما كنت انا مبلي ما كان اخر همي وانا كنت اخر همه ما عملوا لي شيء، واليوم مش رح يعملوا لي شيء ولا لبكره رح يعملوا لي شيء، وانا هذا بعمله كرمال الشباب اللي قاعدين هلا بقريه الانسان عم يسمعوني وعم يسمعونا. يعني انت بتعمل بمجال عقارات اليوم معروف و ما خفت من وقع هذه الشهادة؟ في ناس قالوا لك قبل ما تطلع اليوم انه شو بدك بالقصة؟ انا اول ما طلع قالوا لي شو بدك بهالطلعة وما تشمس حالك، كيف فيك تطلع وجهك مغطى مسكتر؟ مغطى لا، بس انا 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 بفتخر بحالي، مش بفتخر بحالي، بفتخر يسوع يلي فيي. وفي مرشربي اللي عنده قول كتير، انا دايما مرشربي اللي هو شفيعي بيقول ضعفك مش حتى تتحجج فيه، مش حتى تتحجج فيه، حتى تتغلب عليه. وانا بعتبر حالي تغلبت على ضعفي، مع انه بعدني انسان، انا خاطي لليوم، انا مني قديس ولا انا من اقل الناس، بعدني لليوم بعترف بخطيتي وبقول علنا انه انا يسوعي وبحب يسوع. وبدي اقول شغله بقولها بس مرشربي، المسيح اجى تيعطينا الحياه تيقدس الحركه يلي فينا. المسيح بيعطينا الحياه الابديه لانه ابن الله والحياه من الله. بدون المسيح حركتنا محكومه بالموت الحتمي، ومع المسيح إلنا الحياة الأبدية، وما في بين الاثنين، يا موت يا حياة. جورج، أنت وطوني وجورج نحن فخورين فيكم، كلنا فخورين فيكم. بدي قبل ما أختم مع بير مجدي بدي أرجع لك جورجي، تأخرنا عليك لأن قضيت طبوية بالحلقة كلها قبل ما تروح على ميديغوريا وتصلين لك لنا سوا والله إن شاء الله. خليني أسألك شو بتقول عن السنين اللي ضاعت بحياتك بكلمة، بدك تختصر لأنه خلص وقتي. فراغ جهنم، هاي هي. عشت جهنم قبل ما موت، عشت جهنم على الأرض، هذه هي بكل بساطة. هل رجعت لعند الله بندم أو بخوف من الآتي أم لأنك غرقت كتير؟ رجعت أول شيء لأنه هو حط النعمة بقلبي مثل ما بحطها بكل العالم، بس رجعت أول شيء عن طمع لأنه صدقت أنه في حياة تاني، لرجعت انغرمت فيه ولقيته أحلى صاحب ممكن صاحبه بحياته ممكن يغنيه. إمتى بتحس بوجود الله بحياتك؟ لما بصلي الأبانة على طول كل يوم، لما صرت أعرف قيمة الأبانة، لما بقول له أعطنا خبزنا يلي كل إنسان ما بيقول أوقات عن وعي، يعني أعطنا خبزنا كفاف يومنا، أعطنا سلامنا، أعطنا توبتنا، أعطنا محبتك كفاف يومنا، هيدا بعيش كل دقيقة مع الله فيها. طيب جورج خليني اسالك سؤال عن دور عائلتك، دور زوجتك وولادك بحياتك. انت هو كان بعدك هيدي تلا بتقول انك تعيش مثليه جنسيه بداخلك، كيف بينظروا لك؟ اول شيء لانه اولادي كثير بيفتخروا فيي وبشكر الله على النعمه، ومرتي ميرسي الله يخليك، وامي واخواتي. لما اولادي شوفوني اني غيرت سلوكي والتجيت لله وبهالطريقه، وانا نوع من الارشاد كل يوم بعطي لاولادي، صار اولادي يكبروا فيي ويحبوني اكثر ويتعلقوا فيي. بشكر كثير اولادي لاني انا وقت اللي قررت اني غير حياتي اعتذرت منهم، اعتذرت على الاساءه والجرح اللي سببته من دون قصد لو ما كانوا بيعرفوا حياتي. بشكر الله على امي، اكيد على امي اول شيء يلي هي ام الثانيه من بعد العذراء، وخصوصي على مرتي يلي هي العذراء بشهرها حطت لي اياها، يلي بتفتخر فيي، بتفتكر مره تفتخر برجال عنده هالماضي، مرتي بتفتخر فيي، مرتي ساندتني، مرتي هي حملت اسراري. هيدا العمل الكبير، مرت ابني يلي هي مثل بنتي يلي بقعد بخبرها تجارب اللي بمرق فيها كل يوم، مش قليل. بقعد مع مرت ابني بخبرها التجارب، بقول لها وين عم بحاول الشيطان ياخذني، بتقلي صلي انت متلنا الاعلى. بدي كلمه 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 جاوبني، طبيب نفسي شو كان اهميته؟ حاول يعالجني حب حالي لانه منه الله، مثل ما قال الابونا الحكيم الوحيد هو الله. شو هدفك من الشهاده؟ هدفي انه كل انسان عم يسمعني خاطي يعرف انه هو عنده نفس الشيء، عنده النعمه من الله، عنده القرار هو بده ياخده، الله ما بياخده عنه، عنده الحريه، واخر شيء بده يصدق انه ممكن يكون مش مثلي، احسن مني واحسن من الشباب. ميديغوريا شو يعني؟ ميديغوريا هي السلام يلي بروح بعبي حالي فيه، بشرج حالي فيه، تجي اوصل مثل ما انا على المنبر عندك ووصل. اعمل خيريه ليش؟
أعمال الخيرية هي بحب أحكي بمختصر مفيد. الله بده، الله مثل منه أناني بس الله هالقد محب. بشكر أول شيء كتير زبونات، مش أقولهم كلهم، مدام زينون رزق، مدام ميلاد هيلين، مدام ميرنا، كتار أشخاص هن اللي عم يعملوا الخير. الله عم يكون هو هن الأداة لإله مش أنا، اللي عم بيساعدوني مثل ما بيعرف برمجد ماتح معين. الخير هو الله، والحب هو الله، والمرضى هن الله ونحن. شكرا. الله شو مين بالنسبة لك يا جورج؟ كل شيء. تون كل شيء. أنا بستشهد بكلمة بمربولس بقول حسبته العالم كالزبل لكي أربح المسيح، وأنا بدي أربح المسيح، وعندي المسيح هو بالأولوية بحياتي، وبدي أحمله لكل إنسان. برمجني هالليلة، ليلة يشع فيها الإيمان والشعور بالتوبة وغيرها، وهي ليلة عظيمة، شو بتقول عن هالشهادات اليوم؟ قبل ما أسألك سؤال أخير، مين عم بيساعد برمجني اليوم؟ أول شيء بدي أقول أنا قوي باللي بقويني. أنا بعرف بالمجتمع بلاقي كتير صعوبات وبلاقي قصي كتير بتوليد، بس كل ما أرجع من العشية بركع على المذبح بقول له بشكرك لأنك كنت معي بهنا، لو كنت لحالي كنت أنا ما قدرت أعمل شيء، مش أنا اللي عم بعمل، أنا مني شيء، أنا أقل من دودة، الرب هو كل شيء. أما بدي أقول لجورج بالجاني، هيدا هو سليحك، هيك نوع من الشياطين بده صلاة وصوم، هيك يصعد بقول كون ملتزم بجروب صلاة، رافق أصدقاء ملتزمين بالكنيسة وأنت بتصال. أما لقلك يا جورج سميحة، من كان ابداً العذراء فلندركه الهلاك أبداً، وبهيدا الصليب اللي معك تنتصر أنت. أولادي بي توني وجورج بفتخر فيكم، بشوف حالي فيكم وين مربوح، وعم بكفي رسالة رغم أنه ضغطات كتير، ورغم أنتم بتعرفوا شو صار معي، ما برح أوقف أبداً. شو صار معك؟ كتير إشياء، بدلت كتير، توقفت كتير، بس هودي كله ما بيعملوا شيء، اقل مني صعب كثير. الحرب المشنة عليك يعني بينتهم كانت حرب مني انا. مش حد، هيدي مش حد، بس بقول لكم كفوا بالرشيطه اللي اعطيني اياها يسوع، تعطيكم اياها. صوم، الصلاه، انجيلكم، مسبحتكم، القداس والاعتراف. وانتم بس ابونا عم تشيلهم من حياتهم اليوميه، يعني انه عمليا يعني كانه يعني هل هؤلاء علمانيين عم بيمارسوا مثل الاخوارنا، هل ما بيقدروا يعيشوا حياتهم الطبيعيه مع عيالهم؟ هول الحياه عايشين مرسال، اجمل حياه. انا عايش حياتي اليوميه، وانا كل يوم شفتك ظاهر مع صاحبتك، ما في مشكله تقبل فيك مثلا قد طوباو وقديس وبتصلي المسبح كل يوم. انا بعرف بنقول له سوره يسوع، انا كل يوم بقدس، كل يوم بقدس. الانسان الملتزم بيكون صادق، الانسان الملتزم بيكون معطاء، الانسان الملتزم بيعرف يحب، عنده فرع. بدي اقول لهم بس اذهبوا وتلمزوا وعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين، واعملوا اذهب واعمل. بير مجدي بكلمه واحده، مين عم بيساعدك اليوم؟ الروح القدس اولا، وعلمانيين كثير من العالم، والكنيسه اكيد، الكنيسه كلها سوا بكل طوائفها، أرثوذكس وكاثوليك وماني. وهون احنا دعوة لمساعدة مؤسسات الأب مجدي علاوي، أنا بدي أشكركم، كنتوا شهود فعلا حقيقيين يعني اليوم بهذه الحلقة. بنبش على النهاية اللي كنت كتبها قبل ما أختم، بدي أقول أنه رح نمرق كليب له علاقة بمؤسسات الأب مجدي علاوي. بدي أشكر جورج بجاني، إن شاء الله صلاة مقبولة بمديغوريه. أب مجدي أهلا وسهلا فيك، إلى لقاء قريب معك. شكرا لك يا جورج. سعادة توني خطار، جورج سماحة وجورج بجين، احنا فخورين فيكم. شكرا للمخرج طبعا جاعون. قبل ما اختم بالكليب الخاص بالمؤسسات الخاصة بالأب مجدي علوي، بدي اقول كانت هذه الليلة عودة للحياة من بعيد، هم شهود لله، عادوا من بعيد، عادوا إلى فرح القيامة، وجاءوا بكل جرأة ليشهدوا للحق عن النور والفرح والرجاء بعد عالم المخدرات والدعارة والسجون. شكرا جورج سماحة، شكرا جورج بجاني، شكرا توني خطار، شكرا جورج سعادي، شكرا لكل كلمة صادقة تفضلتوا قلتوها، وشكر كبير لأب مجدي علاوي. تصبحوا على ألف خير. جمعية سعادة السماء ردت البسمة لوجوه المعوقين من خلال نادي وتاكسي، والفرح لقلوب المتروكين من خلال بيت المشردين، والأمان لحياة المدمنين والمدمنات من خلال قرية مريم وقرية الإنسان. إذا كنت حابب تكون من المساهمين بهالرسالة الإنسانية، تبرع عبر بنك عودة بكل فروعه.